البيرو انا مسدود عليه البيرو مع اخر سنه داك البيرو قلت والله لا رجعت ليه وعسي قرار انك تاخذه انت كان عندك ديك الساعات عندك سبحان الله دي فرونسي تي عندك دي اكزاكت لا كان عنده عقليه استعماريه دابا صحابنا اللي كيمانجيو لي جولف تقول لك شوف اسوء واحد تيبان عندي هو الفرنسي تقول لك تصور مع طلع لي الخلاص وباقي تيجيب لي دوك لي جروب ديالو واحد سبيت معاه قال لك قدام لي جروب ديالو قال لي علاش كدا احترمنا حنا دي فرونس قال لي الشريف جيب الخلاص تواد ما تيدخل لي جيب الخلاص قال لك وصاو مشى قال لك ريكلام الباترون اللي هو فرنسي قال لك ويقول لي لا يميك عليه قال لي لا ما يميكش عليه خصو يجيب الخلاص قال لك هما باقي عقل هذيك العقليه ديالي ماش كانوا متلينا وصافي باش يسد باش يسد عليك مزيان اخي تفيق نتعامل معاك هكا باش تخرج لينا باش تخرج غادي نسلام ماشي كان قلت لك شي مرحله خايبه مزيان كيما تخرج وهي كانت عندي 22 عام واي تخيل مع انسان عنده 22 عام وكانت عندي بوتونسيال زعما ماشي كان الحمد لله كان عندك بوتونسيال هو كان عارف بوتونسيال ديالك وكان كيحاول كاشاك فوا كيبين لك بانك ما عمرك كدير له شي حاجه داكشي حنا انا من بعد من خدمت ولاد الناس معايا ديما كان عندي داك التاثير انني خصني نتعامل معاهم مزيان ما عمرني كنت كان عندي ديك القضيه انني نكون باترون معاهم لانني داست عليا في هذه القضيه واخا خدم ما خدمتش مده طويله كاينين دراري زعما تبارك الله دي زونتربرونور دابا اللي دوز 10 سنين في هذا العذاب ولا دوز انا مازال دوزت عام ونص ولكن عام ونص كانت عندي بحال مده كثيره دونك ديك الساعات فاش جي ديسيدي انني نكري لونتربريز ديالي فديك لقيت خرجت وانا ما عنديش هدف فهمتي ما عندي حتى حاجه خرجت وصافي فهمتي الدرجه انني قلت نخرج شي اجونس كومونيكاسيون ديك الساعات جي كري مون لا سوسيتي ديالي الاولى اللي كانت مختصه بالاشهار توسكي بوبليسيتي وداكشي اللي كنديرو اوتور ولي لي سيت انترنيت لكريا سون سيت انترنيت وقررت انني نكريها في 2008 هذه المده ديال دابا شحال دابا 2008 راه 14 عام قول لي اخي الفاندينغ ديال هاد الشركه كي كان مين دبرتي الفلوس باش حليت هاد الشركه والله اخي زعما كيفاش كنقول لك زعما هادشي ملي كنتفكروا دابا انا عندي كرييت هاد الشركه باش نكريها بعدا اول حاجه ما كانش لا انفورماسيون ديسپونبل دونك كنتي كتقول بحال دابا كتكري شركه شكون اللي غيكري لك شركه ماشي بحال دابا راه ولا راه دابا الامور راه فريمون سهلت دابا جوجلي باق جوجلي حنا كنمشيو حتى الشركه عقلتي السيرفيس اللي خدام عليك تكري شركه اونلي اكزاكتو كاينش حاجه اكثر من هكا ديك الساعات حنا كانت شركه ملي كتكري شركه ماشي بحال دابا كتقدر تكريها وانت ما عندك زيرو درهم في الكونت فهمتي ديك الساعات كان خصك تبلوكي واحد لو مونطون في الفاب دونك فاش بغيت نكريها في 2008 خصني نبلوكي 25000 درهم وخصني نبدا خدام كنت بغيت ندير كابيتال مابغيتش نبدا كابيتال 10000 درهم كنت ندير كابيتال 100000 درهم باش حتى مشيت نبيع واخا انا بوحدي في هاد الشركه ولكن مشيت نبيع احترموني دونك قلت 25000 درهم خصني باش نبلوكا ما عنديش كندير مشيت عند الوالده مسكينه الله يخليها لينا كانت العائله وداكشي كلشي كيتاق فيها دونك كانت عندها واحد الخالته مسكينه خلات لها واحد الفلوس قالت لها هاد الفلوس بنتي باش تكفنيني وتغسليني كانت شنو السيده كانت عارفه لا ماشي هي مره كبيره وقالت لها انا هاد الفلوس هادو انا تقتفك انت بهاد الفلوس باش تعشيني وباش غادي تدير لا واش السيده هادي اللي درت مع هاد الجست مع الوالده ديالك شنو كانت حاسه براسها تموت كانت مريضه لا كانت ديك الساعات عادي هي ثقه دابا عند الناس الكبار كيقول لك انا اخويا انت عارف فليسات باش ديرني وهذا باش ما كتكون عالي على حتى واحد السيده كانت برزقه وداكشي وكانت عيطت للوالده ديالي وكانت خلى عندها الامانه ومسكينه وليده قالت لي انا عطيك هاد الفليسات تا ولدي وكادو الفليسات امانه انا ثقه فتا بي صادق دي ماريو هاد عيانه عافاك وليده صافي مسكينه ديك السيده والله الله يرحمها في رحمه الله في هاد النهار لان مسكينه الله يرحمها واش دارت خير وهذيك راه صدقتها هي الجميله هذوك الفلوس ديالها راه باقي ديك الخدمه ديال الامارات حتى 2010 مسكينه توفات وتعيط لي وليده قالت لي ولدي خالتي ماتت جيب الفلوس صافي صافي جيت ديك الساعات الحمد لله زعما هذاك هو لافونتاج ملي كتكون راجل مع والديك حتى في الصغر حتى في هذا كتكون الامور جبت لها مسكينه الفلوسات ديالها وما عمرني نساها خيرها وهذه علاش بغيت نعاودها باش تعرف حتى دابا حتى حنا واخا كنت خدام كنجمع ولكن داك الشيء راه كتبقى ديما محدود فهمتي داك الشيء داخل داك الشيء حنا ماشي كنت الانواع لانني باغي ندير لان انا تزوجت صغير فهمتي تزوجت على 24 سنه
سنه تزوج فهمتي. وهذا من الحوايج اللي خاص لي زونتربرونور يديرهم فهمتي. كتزوج صغير كتكونسونطرا مع الخدمه ابخي كانت مزيانه. اه انت عندك هذاك عمرك اللي تزوج انا اخي عاود هذاك اللي كلا انا اخي تنقول لك اصبر اخي يوم تنقولش لك لا كنقول لك اصبر شويه. دام دام فلستي باش قال لك تكلم شويه وقت اخرى عاوتاني عاوتاني انت دابا حنا ما نجوجنا انا لا لا هو انت اخي بصراحه. شوف انا زعما نقول اخي ايوب راه يردك الدراري شنو سيقنا الله يحفظ الله تنقول اخي ايوب هي الرافد الوقيته هادي صعيب تلقى ديك السيده اللي فاهمه اونتربرونور راك عارف اونتربرونور واقف في الضل حمر خدام انا داخل الطواليت خدام غادي في الطروش خدام صايك طوموبيله خدام فهمتي يعني كنت نعيش بحال هاد اللعبه ديال انت بقى غير هز التليفون انا هز التليفون ناشط عندي الحفلانه هنايا راني معذب وهادشي تكون معاهم رايحين معاك كتاكلوا وعقلك ماشي معاك عقلك ماشي معاك وتيعرفوها وتيحسوا بها بصح تقول لهم راه شي عطى الله هذه هي حياه الدخول وهذه فرصه انا عندي فرصه باش حيت دابا عاوتاني علاش انا نتزوج لان نتزوج صغير لان الناس قرات معايا فهمتي صدق بدينا اونصومبل وكان ثقه فيا جوسكا لا ديرنيير مين صدق لي زيشي كلهم اللي كانوا في حياتي كلهم دازوا عليها فهمتي. وهادشي راه دارتها هو مساله مهمه حيت كاين اللي باغ اكزومبل مارتون هي مستريسيه ما خلاها هو باغي الى اونفي ديال اونتربريز ويخرج يخدم ولكن كتقول له الصالير عندك الوليد انا بالعكس انا هذه القضيه زعما انا دابا كنشكرها لان السيده بنت الناس وقفات معايا هذا هو هذا كنخافوا عليك ماشي كنقول لك ما تزوجش اصبر شويه على حقيقه لانها تقاتلات معايا وتقاتلات معايا بكل شيء ماديا معنويا كل شيء عاشت معايا الظروف كلها وكتقول لك فازي سي با غاف كتيقك في راسك ودما حنا ماشي انا بنتي جات عندي في 2012 فهمتي صافي ملي كيكون عندك وليدات يكون عندك شي حوايج والباركور كله انا بحال دابا بنتي صغيره كيبقى في الحال انني ما واحد الوقت تسهلت عليها لقيتها دايره 5 سنين باسكو هي بقات مكوبري هذاك لا بارتي عائلي انها كتجمع وداك الشيء فهمتي. دونك انا كنشكر على هذا الكوفر الله يخليك اخي كنشكر واش شي ماشي عشان الناس شكر لي فام كنا في واحد الحلقه يومين هذه قلنا كنشكروا اي مراه مزوجه اونتربرونور لان راه عرفتي شنو هي مراه مزوجه اونتربرونور تيشوفوا داك الكوتي الزوين ديال ملي مره انت راك مصافا في شوطي الزويوان كذا ولكن راه المعاناه اليوميه هي خونا مديكونيكتي ولا داخل الدار ما كاينش داخل الدار ما كاينش هذه ديرها كونيكتي عمرها كتكون معايا كتقول لها عاوتاني كتقول لها اش قلت عجل توقع لك هذيك لا والله غير البارح وشوف الله جاوبت صحيح وتقول لي قلعتيني برافو عليك السؤال كاين جاوب وانا مشغول ماشي اللي فاتي تقول لي عاود لي غير شنو قلت ولا تقول لي صافي صافي سيبو ترينا مزيان قول لي هذا الموضوع تيدير واحد ميموري باك اب تيخليها لا تجاوب اصاحبي راه صعيبه ولكن راه خير على حقاش كنعاني وراه حنا كاينين وما كاينينش هذيك كاع لي زونتربرونور راه جالس هكا وتقول صاد هذاك السيرفور فيزيتور الخلاصات الكليان السكيلي والعقل سارع سارع خصني نفهمك كنت خصني تما كنت راه خارج ماشي 8126 لا ما كنتش 24 سور 7 وكنت مضيق راك لا ما يمكنش واخا هي مريح فلي كنت في الصالون راك خدام دماغ جالس كيحرط في شي جهه اخرى هذاك الشيء اللي كاين والله لا سي سي كونفي قول لي اخي اجونس كومينيكاسيون اشنو كنتي قلتي لي دير فيها الكرياسيون ديال لي سيت شحال ضربتي كاجونس هاد لاجونس هادي ملي كرييتها بديت كنصوب ديك الساعات غير لي بلاكيت الاشعارات كنصوب هذا والحمد لله كانت عندي خدمتي زوينه نقيه بديت كندير بها كليان ولكن داك كليان كان غير بي ام او غير لي بوتيت او موان انتربريز كتمشي عندهم هذا فلان هذا هادي دونك هادوك الناس اللي كنت تخدم معاهم كيخلصوا ولكن داك الفلوس كيتبدا من جيبو ماشي بحال شي ميتي ناسيونال ولا هذا عنده شي بيدجي ولا عنده هذا دونك ملي كان كيخلصك كيعذبك صافي ملي كتجي تبدا واحد 10 الكليان راه بحال خدام بحال عندك 10 الباترونات تخيل مثلا 10 الباترونات كتدير بهم فهمتي درتش انني كانوا شي وحدين كيضرب بك تما راه كيضربك وما كيخلصكش فهمتي. دونك دوكو جاب ربي تيسير اونتخ طون خدمت مع واحد الفرنساوي هذيك الفرنساوي عجبته خدمتي قال لي علاش ما تسويتشيش الويب ديك الساعات كنت كندير على البريت قال لي سويتشي الويب دونك قال لي هذاك الويب راه ولا مستقبل ولا هذا ولا هذا قلت له هذا قال لي غندير لك فورماسيون جابني كانت هنا اجونس في الرباط كانت لاجونس شفتي بيكسا سميتها
بيكسيكوم برافو بيكسيكوم بيكسيكوم هي التوب نيميرو 1 جاني بيكسيكوم pour faire 3 mois de stage et de formation علاش لانه هو كان كيبيع في فرنسا وكان كتعجبو خدمتي هنايا وقال لي داكشي اللي نبدا نبيع تماك فهذا غادي تكلف بينتها دونك ديكو كنت بحال راجل ثقه وداكشي دونك انا كنفاكتوري عليه بهذيك الشركه وكان كيخدم هو كيبيع تماك فرنسا وكيدير فديك المده تعلمت انني نخدم لي ماركت غرافيك تو سكي سيت انترنت وانا كنخدمو بفاير ووركس ديك ساعه فاير ووركس سي ان سيت سي ان سي ان سي ان سوليوشن لوجيسيال كان سبيسيال كرياسيون سيت انترنت صدق لي غراف لي ماركت غرافيك كانوا كيتصاوبوا فديك لا سوليوشن ماشي بحال دابا ولا التمبليت موجوده كتشد كدير كنا كنرسموا السيت صافي دير بوطونه كترسمها لي كولور كتحطها وكدير وكان داك لو سيت كان كيعطيني واحد لي في دو 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 فونت كتعطينا مزيان ستورني كي ريفيني كنبيع له غابيدون ودير لي فورماسيون في داك الفاير ووركس اون فرانس ودرت فورماسيون هنا باش نفهم الويب نفهم السيت لانه كيتقطع كيتانتيغرا فهمت هذاك الشيء سورتو كان عندنا راتوش غرافيك شويه دونك خلات بان دوك لي موديل دو سيت بقاو من فديك المده من ديك 2009 حتى ديك 2011 تقريبا خرجنا تقريبا نقدر نقول لك واحد 1500 سيت في فرنسا تبارك الله فهمتي وتعلمت كاع كلشي كيفاش كيتصاوبوا لي سيت كيفاش كيتصاوبوا هذا ولا دونك دابا هو تيشد الخدمه تمايا وكيشد الخدمه هنا وكندير ولكن هذيك الساعات باش تعرف لا جونيس كيفاش كانت انت كنتي كتقلب على داك المونسواليتي صدق هو يقدر كيبيع مليار ولكن كيعطيك هذاك الفورفي مونسيوال صدق انت راك شركه ولكن انت خدام بحال خدام اونتر طون مشيت قريت زدت بغيت ندير درت يا خدمت درت ماستر ماركتين كومونيكاسيون او ميم طون كنخدم مع هاد السيد كنخدم مع لي سيت او ميم طون درت ماستر ماركتين كومونيكاسيون وبديت كنشوف كنشوف لا مانيير لان كان عندي الحرفه وزدت عليها التيوري لا مانيير كيفاش نبريزونتي وكيفاش نبيع بلس انني كنت كندير الويب مع فرنساويين وكنخدم سكيفي انني ولات عندي واحد السكيل من بعد هو واحد الوقت صافي ما بقاش كيبيع سكيفي كان خصني نخرج نبيع في المغرب دونك فاش خرجت نبيع في المغرب ديك الساعات كان عندي كليان واحد هو اللي كيبيع ملي كنخرج عاوتاني نخرج نبيع في المغرب لقيت مشكل ان الناس ما كتفهمش الويب ما كيفهموش قدر السيت كتصاوبو ب 8000 درهم ولا 9000 درهم ما كتخلصش فيه يعني كان مشكل في الخلاص اخي ديما ديما شي واحد يدوي لك على لونتربرونيا في المغرب خلاص سيرتو البي تو بي شركه تتبيع لشركه ديما تمرض في الخلاص ولا وحتى هادشي ديال البي ام هادشي صغير انا بلا ما كتحس بانه جا بدا نجيبوك بحال غيدور معاك والسيرفيس بغينا ولا كرهنا محقور في المغرب تو سكي سيرفيس صافي كتجي كتبالو هو راه غير راه كيدير لك شي حاجه انت غنت دابا راه اليوم كتجي واحد كيقول لك اخويا راه صوبتي ليا لوغو فهمتي ما عندك لوغو ما شافش انت شحال من عام قريتي ما عندكش حاجه تصاوب ولا ما عندوش هذه القضيه هما عندهم الكاتيجوري الثاني اللي دوي عليه ديال واحد تيبغي يحتضن هذه ديال صافي هضره معنا ديالنا هيمنوا عليه وناخذوا عليه كاين لا بارتي تاعي دونك هذه القصه هذه بقيت كان قالت لي داكشي البيمون وداكشي ما كاينش صافي ولا كيبان لي بان الوغ كو سيتي ديك الساعات 2011 2012 ان بيزنس فيه فلوس الناس كدرات منه فلوس ولكن انا بلي مويان ديالي لان ما يمكنش انا كنخرج نبيع بنهار وخصني بالليل نجلس نخدم دونك كندير الكوميرسيال ونمشي ندخل عاوتاني بالليل نخدم ما كنعش لغد لي عاوتاني ما يمكنش حتى يد وحده فهمتين دونك ما يمكنش هنا باش كتبان ان واحد خصو انفيستي في ليكيب ولكن مزيان انت غادي باش توصل لها غادي اكزاكتو هذه هي الحياه ديال لونتربرونور غادي كيفهم دابا هما تيجي تيسمع دابا هاد الهضره هادي شي حاجه زوينه حنا اخي ما سمعناش هاد الهضره ديال راه خصك ليكيب كذا 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 هادشي فهمنا دقه بدقه دابا اللي زوين اخي في هادشي هذا تنقول لهم انتم الدراري الكونتوني كنجيب لكم البيست اونتربرونورز يعاودوا لكم المشاكل انت حاول كاع دوك المشاكل اللي طاحوا فيها باسيهم ودوز شي 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 كنت عاودتي لي واحد الاكسبيريونس واعره ديال نطلع للخدام بغيت اخي تعاود كان واحد السيد كان عنده واحد المحل ديال محل ديال هادشي ديال توسكي ماتيريال انفورماتيك ودا عاد ماشي ماتيريال انفورماتيك كان عنده الماتيريال ديال الطوموبيلات توسكي بي اس اوتوموبيل وداكشي كان جا من الطاليان وعاد هذا وانا بغيت نجتهد فهمتي شديت من عنده كلا صاوب السيد داكشي قال لي صافي بشحال تصاوبوا لي الطون قلت لي صافي مشيت خرجت ملي خرجت كان عندي تليفون كيصور وانا صور ليه الباب المحل بحال هكا صورته ليه ومشيت حطيتها في الماكيت بغيت باش نبريزونتي ليه لا ماكيت نبريزونتي ليه فيها في السلايد نبريزونتي الباب ديال المحل ديالو وداكشي ملي جيت كنوريها هذيك راسو قال لي
او تدرسي لي هنا الباب كما حال دابا نقدر ندخل من هنا ونشوف الخدامه هادشي عام اشنو هادشي في 2011 صافا خيل بعد المشاكل ديال الخلاص شنو كان عندي واحد كان هادشي تشانج درت واحد سويتش واحد جاتني واحد الفكره اونتر طون قلت انايا ولي ما بقى نبقى نجري على الخلاصي ونجي نتعذب وهذا السيرفيس فيه العذاب وسختو كتكون بوحدك كتمل دونك اش قلت انا ما قلت كان عندي نسابين عندهم واحد المحل في حي محمدي ديال لا فوتو وما كانوا النساب ديالي كيسون بروفيسيونيل في لا فوتو دونك هذاك المحل كان عندي واحد السيد كان مقاتل داك المحل شادو النسيبي شادو ليه قال لي عافاك عاوني نحيد له الساروت داكشي مشيت بقيت معاه حتى حيدنا داك السيد الساروت وقال لي السيد قال لي ودابا هذا المحل قلب باش نبيعو قلت له انا ناخذو هاد لا فوتو غنتعلم لا فوتو اي جو في لا فوتو دونك سويتشي مشيت بديت كندير لا فوتو دومين وحده دومين وحده مشيت وليت عندي محل ديال التصوير في حي محمدي كنجلس في الكونطوار في حي محمدي لمده عامين وانا جالس في الكونطوار والكونطوار اين بلاصه اخي في حي محمدي حي محمدي في حي السلام في سوق حي سوق السلام راه معروف مرهان باقي باقي دابا مابقاش عندي المحل لا باقي زعما لابو لا لابو مابقاش مابقاش لان جيت هذه الحرفه وهذه الحرفه مابقاوش الناس كيخرجوا التصاور مابقاوش كيخرجوا دونك هذه اشيك اخر انا شفتها بمنظور انني تكون عندي كاس شاك جوغ خسرت النهار بقى عندي 2000 درهم وخا ديك 2000 درهم فيها 1000 درهم ديال المصاريف وداك الشيء ولكن فلوسي في لاكاس ماشي بقى نجري عليهم وندير هذه الفكره اللي كانت عندي كنت بدلتي الدومين غير حيت كان عندك روتار دو بايمون قلتي اجي نشوف شي حاجه اللي تنتخلص فيها ديك الساعات كاشين ديالي كاين دري لي صبروا ديك الساعات بقاو خدامين شدوا دي مارشي كبار وشدوا هذا وكان نفس لي فور اللي كدير مع ميتي ناسيونال كدير مع جزائر نفس لي فور فهمتي وكانوا الناس كيتخلصوا مزيان دري صحابي بقاو شادين باش يخدموا مزيان انا مشيت سويتش داك السويتش عطلني شويه ولكن تعلمت حوايج اخرى انا مشيت للابوراتوار وليت بقى عندي حتى هو بقى عندي لعيد صغير لان العيد صغير كنصور كنجيب هذاك كنجيب في رمضان كندير النقافه فهمتي كندير هذاك الشيء في العيد هذا كنجيب البوني في العيد كنركب في العود درس انني كان عندي وكان في حي محمدي لاماس الناس كانت علاقه الحال ولكن توفيق واش هاد اللعيبه اللي درتي جبتي البوني وجبتي عماريه واش كانوا ناس دايرين قبل منك وانت لا كانوا كيديروا حي محمدي هي كانوا كيديروا هاد الشيء كانت معروفه فهمتي ولكن ما كان عندي لا عيد صغير عيد هذا فهمتي ما كان والو واصلا حتى البيع والشراء مع الناس تما كان كيقول لك راه التصويره كيجي عندك كيقول لك خرج لي التصويره خرج لي وحده خرج لي جوج وانت كنتي شاري ماكينه بزبالك الفلوس وكان هذيك لا ماشين كيخصني نتعلم لا تكنيك ديال لا ماشين ودابا حتى كان السويتش ديال النيميريك كيفاش الناس مابقاش كتخرج التصاور كان بكري كانوا التصاور كيكون فيلم كيكون 36 تصويره كتخرج كلها ما عرفها زوينه ولا خايبه هنا كيكون عنده 1000 تصويره في التليفون كيخرج لك وحده دونك اش كنبقى في الاستوديو الناس كتصور على ود الباسبور على ود هذا دونك جيري كنبقيت جلست في محمدي مده عامين ودي قليل اللي كيعرفها وانني جلست بقيت خدام في الكونطوار كنجيري الكونطوار صعيب بحال عندك الكليان كتشوفو انا انستومين فهمتي وكتنيغوسي انا انستومين تبي نيغوسي مع بوحدي لا كانوا معايا ليكيب كانوا معايا الدراري تماك وداك الشيء وتا حتى لا مانيير باش كنت خدام كنت كندير الخدمه ديال زعما شي ستارت اب خدام بها في داك الميحيل فهمتي وداك الميحيل الحمد لله رديت فيه الكليان وخدموا الناس وداك الشيء ولكن كان عندي العدب لان داك الشيء كيبقى محدود ما كانش عندك شي حاجه كثيره وكاينش ربح بزاف ما كانش ربح مزيان لان كانوا الناس تماك ما كانش كان دومين ديجا كيشوتي لا فوتو كان ديك الترونسيون بعض الناس كان على قد الحال لان الناس ما كانش بحالهم كانت منتخشه ديا وداك الشيء خاصك تدير اونتر بارونتيز لا دونك هذيك شنو هو اخي اللي خلاك عاوتاني دير
تيكزيت في هذا الدومين ديال اللاب. قلت لك كانوا الناس ما عندهمش لي مويان، دونك كتقدر تكون محل عامر عندك ولكن راه مجموعه حتى 30 درهم مقاده تماك، فهمتي؟ ما كانش عندك كليان كاليتاتيف يجي يحط عندك 1000 درهم، ما كايناش هذه كاع، فهمتي؟ دونك كنت كنجري مشاكل كثيره على دي مونطون صغار. وواحد لو مومون خديت واحد النهار كنوقعوا لي جوج الحوايج نفس النهار، دونك هذاك النهار جي بونسي قلت هاد صافي هادشي ماشي ديالي، دونك قولي راه غير على باغي العقل. كان عندي كان جات واحد السيده مسكينه مراه كبيره جايه تجيب واحد التليفون فيه لاف خاغوش فيها تصويره ولدها، قالت لي عافاك ولدي بغيت نخرج هاد التصويره وداك الشيء، بقيت مقاتل مع داك التليفون شي نص ساعه وانا كندوز التصويره من هنا لهنا تخرج لها ديك التصويره، وانا نقول لها قلت لها كم مامتي، قالت لي شحال ولدي؟ عرفت نقول لها قلت لها 2 درهم الثمن ديال التصويره 2 درهم، تقول لي انت ما بغيتش فار ويتلوح لي درهم. ضربتني بدرهم عاد بقيت كنفكر كنقول لك اش غادي ندير. وهذاك النهار عيط لي واحد الكليان قال لي اجي عندي جو كنت من فاس واحد لابلاكيت جي عندي لو ميم جو لو ميم جو قال لي جيت ربي كيدير لك السيناريو جا كان جابني قال لي جي للحياه ريجينسي نصاوب لك صوب لي واحد لابلاكيت وداك الشيء، مشيت صوبت هذيك لابلاكيت صوبتها عليه كليان كان كليان او ستاندينغ فهمتي جا عندي قال لي حياه ريجينسي عندي بلاكيت خصها تخرج اليوم صوبت عليه في ساعتين سي 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 بلاكيت دو بريزونطاسيون كان عنده دو تيكس وداك الشيء خصك شي قاد دو دابا انت رجعتي السكيز الاول السكيز الاول هذا واحد السيد عيط لي قال لي واش باقي كدير داك الشيء قلت ليه كندير شتي شي حاجه في الباركور زعما ما تتيتيليزيش وهاد السيد هذا حتى هو شوف باش تعرف ارزاق قال لي قال لي شحال حسبتي لي قلت لي اللي عطيتيني هما يعطيني 1000 درهم ولا 2000 درهم لا شو اللي عطيتيني في جهه اخرى جبت لك شحال جبت هادي شحال هادي سبحان الله وهذا كتسنى شحال كنتي كتسنى انت واحد 1000 درهم 2000 درهم ويعطيني 15000 درهم يا سلام وانا ندير عمليه الفرق قلت لا توفيق هذا حرفه ديالك خصك تعاود ترجع ليها دونك جي ديليسي المحل خليته خليت فيه الناس خدامه ولكن ما كنقابلش صدق مشيت قلت غادي نرجع لهداك الشيء اللي كنت كندير ولكن خصني نقلب على كليان كبير ما مابقاش خدام في داكشي الصغير اللي كنت خدام وي ديك الساعات بحكم انني كنت قريب من الرجاء وكنت كنخدم مع واحد السيد كان رجاء في البال كنت كنعاونهم وداكشي اللي كيحتاجوا لي فوتو وكانوا كيحتاجوا داكشي دونك مشيت بريزونتي دوسي ديال كومونيكاسيون 2.0 فرقه كبيره ديال الرجاء ديك الساعه كانت 2013 وكنت مشيت بريزونتيتو البودريقه ديك الساعات في 2013 و اجبو الحال امن بيا حل لي الباب فهمتي زعما حتى هو كان عنده واحد الحاجه كبيره بانني سويتشيت وليت شاد لا كومونيكاسيون ديجيتال صافي دير هذاك لي ميتي كولو ديال الويب وداكشي اللي كنت كنصاوب وداكشي جي تمام جي عطيت الرجاء عطيتهم لو سيت قلت لهم انا نصاوب لكم لو سيت فابور وانا نجيري عطيه باش تاخذ عطيه باش تصاوب جي سي بودريقه سي يل ريست ان بيزنسمان جا عنده قلت له شوف ها انت ها البروجي ياك وغنخدموا ان ديفلوبر غنخدموا ان فوتوغراف غنخدموا قال لي اه هادشي غيتخدم فهاد غنخدموا لو سيت غيخدم وغادي يجيو ليه الناس لانه هو السيت الرسمي غيكون ديال الرجاء وغنخدموا به وهداك الشيء وغنجيبوا به اشهارات واستطعنا انا العام الاول بعنا فيه يلا عطانا انا بعنا تقريبا شي 100 مليون ديال الاشهارات والسيت طلع ولا سيت الرجاء لان البوبليك كبير انت صاحبي لا وجمهور حقيقي حقيقي ماشي الارقام اللي كتتعامل معاهم ايمان وانت السبب باش خرج لو سيت الدراجة سبب باش خرج سيت الدراجة سيت اوفيسيال ديال الدراجة وكان لو سيت ديك الساعات اون لا لونسي مع الاكسبروا ديال 2013 ديال الرجاء في لاكوب دي موند وحتى لاباج فيسبوك كانت ان باج فيسبوك كانت الناس ما كتدخلش ليها كانوا الناس كانوا بلوس كيمشيو واحد لو سيت ديال الانصار اللي هو ديما ديال الرجاء كانوا كيسحبوا انا الكويست سيت اوفيسيال دونك مشاو رجعوا الناس للسيت ديال الرجاء وطلعت لاباج وصلنا حنا في هذاك 2013 2014 هذا وليت كندير ديك الخدمه بروفيسيونيل كنمشي مع الفرقه كنديبلاسي معهم لافريك كنمشي معهم فين ما كان صديق وتعذبت في ديك لا بيريود بزاف لانني درت كاع لي ميتي اللي كنت خدمت دويت على لاباج لاباج ملي شديتيها شحال كان فيها كان ديك الساعات فيها 100000 ومع الكوب دي موند ومع الخدمه اللي كنا كنديروا طلعنا وصلت حتى 3 مليون دابا اليوم راه وصلت دابا 5 مليون داكشي ولكن هذاك لو باركور الحمد لله دوزناه وهذا بشهاده دراجه وين بزاف لانهم كانوا عاشوا هاد لا بيريود عاشوا الترانسفورماسيون لان كانت الاول فرقه كانت كدير هذيك الخدمه ولكن اخي توفيق راه هذه بعدا الحاجه اللي خصنا نقولوا هنا هي واحد السيد خدا لوداس ومشى هز دوسي
ومشي عند راجا بريزونطي ليها عندك والو انت عندك اون اجونس يلاه مزايب ما صوبا اي باش الناس يفهموا خذوا شويه الوضع صرا هذوك راه كاينين الناس باغين خصهم قص لي يجي عندهم يبيتشي لهم شي لعبه راه سهلش خيت شوف شي عند راجا تقول بسم الله زعما هذا او عاد خدمه في راجا نقول واحد القضيه باش تعرفها الشيء اللي يخدم في راجا راه اي خدمه تجي ساهله واه ما تعرفش نشرح لك لان لقيت فاش خدمت في راجا عندك بعدا مابقاش عندك الحياه بيرسونيل انك دير لانه كيولي كلشي كيعرفك شحال كتشد واش عندك الحق يدوي معاك وانت ملك لهذوك الناس لانك ضروري كان خصك دير واحد الخدمه كيكون هذا انا درتش اننا كنا كندير كنخدم كنديفلوبي سويت على دوموند الناس كل نهار ما كنعس لا ليل نهار كنت كنمشي ندير بلاصي مع الفرقه كنمشي معاهم هما كيمشيو للعابه كتريني وكتمشي انت تصورهم كندير تصاور كنصور تخيل كندير لي ميتي كلهم كنخدم فيهم الوغ كو كان عندنا الناس خدام ولكن ملي كنت ديبلاسي مع الفرقه كندير لي ميتي كلهم صدق كنريديجي كنصور كنكتب كنحط في لو سيت كندير لافورماسيون كنوصل للناس لافورماسيون من تماك بلوس اننا كنا كنديرو اشعار كنحطو تصاور كنديرو بلوس كندير المتابعه باغ اكزومبل من وسط الماتش كندير تصويره من وسط الماتش كنحطها في هذا شي حوايج كانوا جداد كانوا اول مره يديروها كان دويك على 2014 فهمتنا ومشيت لافريك كنمشي مع راجل لافريك لقيت اللي هما كيرتاحوا انا كنخدم لقيت اللي هما كيتريني وانا خدام دونك كنت كنجي باش ندير كنت كنجي مهلوك ضربت لافريك كنموت في كونغو كنت مشيت لافريك دو سود مشيت لهذا دونك وقعوا لي شي حوايج تعلمت فيهم بزاف الحوايج ولات كتجيني اي خدمه سهله حتى لي زاتاك ديال الناس كانوا كيجي يقدر واحد غير يحسدك ولا غير يدير كتب عليك ولا يدير وداك الشيء اكتسبت فيه واحد المناعه مابقاش كيتهمني حتى حاجه خيرتي تنص على الفلوس هذه راه تشكر عليها الراجل مزيان في البريشر وديك ستريس وداك الشيء ستريس صعيب وباش نقول لك راه الناس اللي غادي يعرفوا راه هما اللي عارفين اللي قراب من الكره وداك الشيء راه غيعرفوا شنو هو داك ستريس فهمتي ستريس صعيب بزاف ولا ما كنتيش فريمون عندك سوليد وهادشي نفعني من بعد لان من بعد وخا اللي كنسمعوا اللي كنسمعوا كيجيني عادي قول احنا دوزنا هذاك الشيء اخيرا الجماهير ديال الراجل الوداد تنشوفهم داك التشجيع ديالهم تيبان لك واحد الحماس كتقول واحد الانرجي ونعاود واحد القضيه سمح لي تفكر صغيرة واحد القضيه كنت اول ما بديت كندير كان عندي واحد الرحله للراجا كانت غادي للغينيا وانا بغيت نشاهد قلت انا ندير الدرابو ديال المغرب الطياره كيفاش غتمشي لغينيا فهمتي درتها صوبتها ودرتها غراف وكنت كنخدم بعيد المهم صوبت الافيش انا غير بالانسيت ديك التصوير انا ما رديتش البال خديت من جوجل ماب والمغرب كان مقسوم واول بوست ديالي في الباج الراجا كان هادي بغيت نشاهد درت المغرب مقسوم مده ديال 2 دقائق كيكتبوا لي الناس هادي ولا السوبريمي تحطيتو كاين خداوها خدا واحد جورناليست كان خداها وداك جورناليست كان عنده مشاكل مع بودريقه دونك خصو اي حاجه اتاكي ويكتب ليهم بودريقه يخون الوطن واو هادو جورناليست انا دوزتهم تيتر تيتر بودريقه يا خونا شو على دابا بزاف الناس كيقول لك تقني بزاف الناس كيقول لك انت بودريقه كتشكر ولكن انا بودريقه لان في ديك الوقيته كان هو في قطر وعيط لي قال لي اش درتي هذا قلت له وقع لي مشكل غلط قال لي شوف فونس ما تفكرش خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها وهذه اللي خلاتني انني نموت فديك 3 سنين نموت ونتقاتل لانه في اول مشكل ديالك كنقدر نقول لك سير الله يعاونك فهمتي ولكن بقيت مكمل شوف باش تعرف كنقول لك انا هذه خطا بسيط كان لو بوست كنفكر فيه 60 مليون مره ونوري لواحد ونوري هذا قبل ما نحطه لان كان عندنا فريمون كان داكشي فريمون مستريس فهمتي 4 مليون ديال البشر شنو كان كنخدم خلاك تيكزيتي الراجا لا دابا بعدا ديجا واحد القضيه كنا كنخدموا واحد الخدمه وهذيك الخدمه ما كانت دابا الخدمه واعره ولكن ان فراجه كتخسر ما كتبانش جمهور عاد في 2000 بالربح خساره ما معك دونك انا انفيستي ومعك بالربح خساره دونك في 2016 هذيك الوقيته الراجه كتخسر الرئيس بغى يمشي في حالاته دونك بغى يمشي بطريقه في حالاته مشى رئيس جا رئيس فهمتي دونك جا رئيس ما عندوش نفس هذا نفس التيماتيك بالنسبه لي هذوك الناس كاملين اللي كاينين قبل هذوك راه برقاقه ديال الناس اللي كانوا لي هذا يعني عندهم علاقات مع عندهم علاقات واخا انه هو بقى شاد فيا بانني نبقى ولكن انا باغ برينسيب قلت انايا صافي فهمتي نخرج ونخلي بلاصتي نقيه
الحمد لله جيت تو ليسي خليت لهم هذاك الشيء خليت لي زاليمون كاع اللي كانوا خدامين تما ونسحبت خدم هذيك هذيك خرجت باش نخرج بتخيل من هذا لو مود دراج لان بالنسبه لي انا كان ديك الساعات كنت صافي راني صافي حققت هذاك الشيء اللي كان عندي فهمتي لان كنت كان واخا كانت عندي الخلاص وداك الشيء مره كنتخلص مره ما تخلصش مره 3 شهور نشد دوك الفلوس نقسمهم المهم كان داك الشيء سيتي با بينيفيك اون تيرم فينانسي مي اون تيرم دو ريلاسيونيل اي دو بويسونس او دو كادراج كان مزيان دونك لو مومون انني فاش خرج الرئيس وجا صافي ما بداو كيبدا داك الرئيس كيقول لي لا بقى معانا وداك الشيء ولكن السيستم ديال الخدمه ما بقيتش قاد عليهم لانني صافي ديك الساعات عييت وكتشوف الخدمه ديالك ما كديرش دونك قلت من الاحسن نخرج ونخلي بلاصتي نقيه باش نبدا شي اكسبيرينس جديده ملي خرجت دخلت ملي خرجت دخلت شدتني الدوخه من 2016 حتى 2017 دخلت لانني كنت عايش هذاك لو مود ديال الراجل الناس كتصور معاك عايش معاهم كيفاش تخرج من هذاك لو مود باش تخرج تخدم وجاتني الخدمه ثقيله باش نعاود نخدم فهمتي لا واش من طريق هادشي واش من طريق فين غادي نلقي واش غنعاود نرجع للسيتات وانا ما قعدتش عليهم واش نرجع ندير 2016 2017 شوماج متيش شوماج اخاي والله الا تبارك شوماج شوماج وشوماج ديال شوماج باش شي واحد كيشومي دابا ما يقولش هذه نهايه العالم لا لا فريمون كانت كتبان لي النهايه باش نقول لك لانني في ديك المرحله تبان النهايه لانني خرجت هذيك المده بقيت كنقلب باش نبالي كولي كنقلب باش فديك الوقيته كانوا عندك ديجا البنات كانوا زادت عندك كانت عندي البنيته الاولى زعما هادشي راه كنعاود لك هادشي راه انت جار معاك العائله راه ماشي جالس عندك صح ولا صافي يوتيوب يوتيوب صافي خلينا دونك هذيك الوقيته راه كان عندك العائله ماشي انت خدام راه عندك عائله جاره معاك ماشي شي نقولوا لايوب تنقولوا لي اش مليونير تنقولوا لي خليك مازال تصاوب ديالنا تنقول لي حرب دابا تحاربي على راسك تحارب على راسك كيف خبقنا لي تجي تحارب مع العائله مع راسك مع الانطواج مع كذا بارك بعدا الانطواج هذا تثبت العائله والله العظيم كان ديك الساعات كان زعما كان كان اوغوزمون ديك الساعات كان عندي يقدر خويا كان غادي يخرج وكان حتى هو خدام كيتعاون وكان كيعاوني في ديك لا بيريود فهمتي اخ ديالي كان عندي اختي اللي فرنسا حتى هي عاوناتني المهم ما خلاونيش ديك البيريود انني نمشي نبقى نطلب فلوس من البراني فهمتي دونك هذيك الساعات بقيت كنقلب كندير واحد النهار ويجي واحد البيزنس اللي خلاني انني نبدل تخدمت مع واحد السيد معقول قال لي صاوب لي واحد الشوتين ديروا لي وخرج لي بلاكيت ديالو قلت صافي البريكولي معاه شي 4000 درهم ساليت معاه وقال لي غنفيري لك فلوسك الجمعه درت لكم بحال هكا ويبريفري لي فلوس وانا نقول دونك هنا كاين شي حاجه ما ندير فهمتي جلست في ديك البيريود قلت شوف اش غادي ندير بقيت جالس في ديك القهوه جالس فيها كانت لعبه الوداد مع الاهلي فينال ديال الشامبيونز ليغ وكانوا التيكيات تباعوا غير فيزيك مارشي نوار كيما قبل زعما كيما المهم كان فيزيك كانوا الناس كيتقاتلوا من 6 الصباح وما جالسين كيتقاتلوا وداك الشيء خاص لو بغيتي تقطع التيكيات تدبر في شي 70 شي خدايا يمشي يديرها دونك ديك الساعات ويبان لي واحد السيد مسكين واحد المنظر طالع حفيان شاد الورقه ديالو ناشط فحال ما خصو حتى خير الحمد لله وطالع حفيان مشات له صندال انفيست صندال وجا التيكيت ديما كنقولها انا كنت نشوف شي حوايج هادو من الحوايج اللي خلوني بعيد على الكره فهمتي كانت واحد الخساره ضد واحد النادي المصري بلا ما نقول انا ماتش صعب وهاديك كنت شدتني واحد لاكريز وقلت والله ما باغي نتفرج في الكره وكانت من وراء هاد اللعيبه ديال التيكيتا خاص تمشي تدبر في شي سباع من دواري زيكي اللي كيجي الناس شاد الناس مجموعين هذاك الكيشي هو تيجي تيطلع فوق الناس تيمشي فوق الناس تيدير ديك العيطه عند بنادم حايد اللور كيجبد السيف ويلا صاحبي واش حنا دابا الا بغيتي التيكيتا خاص هاد الريسك كامل صاحبي يطرا وهاد راه عليك فيك تصاوب انفيستيس وكان هذيك اللي فكرت فيها قلت انا واش ماشي من حق الناس ودخلت نتفرج في ماتش مش انسان داخل هو اصلا عيط الديفيرتر انترتينمنت داخل ينشط ويتعذب وما ياخذش وقته بكرامته ويتهان وياخذ صرفيق وداك الشيء وانا جالس مع الدراري قلت لهم واش ما كايناش شي سوليسيون يتباع التيران وقدر يضحكوا عليا صيت حتى ديما فاهمي ديما انت وانا نقول شوف الاولى انني تخلصت فواحد السيد رابيدمون الثانيه ان كاينه شي سوليوشن خصني نديرها دونك شنو قلت غنعاود نرجع للسيت انترنيت بهدف نبيع لي سيت انترنيت ولكن يكون عندي هدف ديغيغ هو انني مورا هذاك لو سيت انترنيت من بدا نبيعهم ندير لا بروميير سوليوشن اللي كان ديال التيكيتينغ بغيت نديرها سوليوشن التيكيتينغ بغيتي دير هذيك القضيه اوليو باش الناس يبنيو البراند ديالهم
تبني البراند ديالك انت راه ملي انا قلت هذاك الشيء اكزاكتومون دونك انا بغيت ما بقاش كنت خدام مع هذا بلومبي هذا داك الشيء كان كيمحني لانني كنت وصلت لواحد الدرجه انني كنقدر نبيع 20 سيت في الشهر و20 سيت 20 كليان 20 شانجمون 20 حرفه فهمتي شنو هي البوطون خصك تبدل البوطون معجب هذا الخضر ماشي كلهم غادي يخلصوا ماشي كلهم هذا دونك قلت غادي نبقى نصابر في هذا الشيء ولكن الهدف هو انني نمشي باش غنبدا كيفاش غنبدا كيفاش غندير كان عندي واحد هذا هو الكيشي هذا هو هذا لا هذا دي باقي حنا ديمونسيون باقي انا في الشركه دابا انا غادي نخدم لي سيت انترنيت باش في الاخر نصاوب لا سوليسيون ديالي هاد المده باش نشرح للناس هاد المده سيتي اون اني عام خدامي باش تجمع الفلوس باش نجمع الفلوس باش نلونسي ديك لا سوليسيون باش نجمع حتى لي زاليمون لي زيكيب باش كل مره كتقيس الديزاين كتقيس لو فهمتي صافي دابا انا درت كيشي حطيناها كان معايا الاخ ديالي هو اللي ديمارا معايا لانه كان كيعاون تو بالافكار ديالو بهداك الشيء دونك كنا كندويو وداك الشيء قلنا التيكيات ملي كتخادو التيكي ويجيني كيشي فهمتي الكيشي دونك الكيشي كيتشرى منه كلشي فهمتي كتجالسين هكا كنبرنستورم وخرجت لنا السميه دونك انا ديك الساعات كنت ديك الساعات كنصاوب لي سيت انترنيت قبل ما نبدا نقلب خصني باش نبدا دونك هادشي باش غتبدا دير لي سيت وداكشي خصك دي ديفلوبر خصك كبير وخاصك ماتيريال خصك اونتر طون وجا عندي واحد السيت كنخدم معاه من 2009 وقلت له فاش عندك فين عندك المشكل دي عندي وانا كنشكرهم بزاف لانه يوسف فطر حين سي كلكان بعيد على الدومين سي تي الفيلاكليم وداكشي ومسكين جا فواحد البيريود جا سبب صيفطو سي دي ربي قال لي اش كاين فين المشكل قلت له دي بغيت لونسي داكشي قال لي انت ديما كتخدم مزيان وداكشي صافي لونسي راسك قلت له دي خصني فلوس وداكشي وقال لي انا نعطيك باش تبدا قلت له انا خصني غير باش نبدا غير اللي نخلص لي صالير وباش ناخذ البيرو داكشي قال لي صافي توكل على الله عاوني باش بديت خلصت البيروات لي صالير ما عمرو خلصهم لانني من النهار الاول الحمد لله بدينا كنخلصو زعما تكتبو كتبو سيتي مورال سيتي مورال برافو عليك اللي غادي اللي غيقول لي اجي هاد الطريق هاهي بديت دونك ديك الساعات بدينا رديت المدام ديالي كانت المدام ديالي خدمه خرجنا خدمتها رديتها تخدم معايا وبدينا كنبيعو لي سيت وهداك الشيء بقى لي البيرو انا كنخرج نخدم بدينا نخدم لي سيت ولكن ليدي انني كنخصني لونسي ان سيرفيس بديت مره كندير لدرجة انني صوبت السبوت ديال السيت قبل ما نصوب السيت انني كنت مقتنع انني غادي نخدمه وغادي نديرو وكنت كنخرج كندير لي كومبان في فيسبوك وداك الشيء على اساس انني راني صافي وصلت لواحد الدرجه وبان السيت كبير الوغ كو انا باقي ما كنعرفش حتى واحد ولا حاجه اكزاكتومون دونك باش نبقاو مشادين انت راتو بيا لا هي هذيك جا صاحبك عاونك في الخلاص ديال هذا بديتي كتقد السوليسيون شنو قلتي لي قبيله قلت السوليسيون ديك الساعات هذاك هو هذيك المرحله كانت هامه وانني كان عندي ديفلوبر اللي تبارك الله من احسن لي ديفلوبر اللي كاين في المغرب هو علاء صاحبي وهذا كبر معايا هذا الاول كان كيخدم معايا لي سيت من 2009 دونك فاش بغيت نصاوب سوليسيون كيخصني هو يعاوني فيها هو ديك الساعات كان صالاري وخدام دابا تبارك الله دار الشركه ديالو مشى مزيان دونك ديك الساعات انا ديك الساعات كان خصني هذاك السيد يعاون دونك بدينا كنبرانستورم انا وياه كنمشي كنجلس كنقاد لا سوليسيون من هنا كيفاش غتشرى كيفاش غدير كيفاش غتفعل كيفاش غترك دونك حاولت نقاد ان كيت شارج غير مينيم سوغ هذا صوبنا السيت في الاول كان هو سيت وورد بريس اجا اخي السؤال ديال باش الواحد ما يمشيش يدخل لكيشي اليوم ويقول واو كيفاش كان داك الكيشي اللي كديتي ديك الساعه لا ما كانش فيه حتى 2% من هادشي اللي كاين دابا هاكو باش ما يمشيش يبقى الواحد تيشوف تيقول لك انا باغي ندير بحال هذا ودي يبدا صغيور لا ما صعيبه دابا حنا كنت كنمشي دابا انت كتمشي تبيع كتمشي تجيب ان بروديكتور كيحط عندك ايفينمون يقدر مني يطلب منك طلب ساليتي الحياه ديالك انت يقول لك بغيت نبيع غير بلاسمون نيميرو تيفوق وبلاسمون نيبر لتحت صافي مشيتي دونك خص هذيك لا سوليسيون كات الا ايتي ديفلوبي ودوبا لي باغيير على لونتريتي باش كيشي مزيانه وان اليوم لي باغيير صدق من التيران كنمشي كنجيب الديفلوبمون كنديفلوبي صدق داكشي لي بيزواني كنت كنحتاج كنديرهم كنخدم عليهم نسهر عليهم الليل باش داكشي حاولت نقادو باش يكون كيف ما هو اليوم فهمتي انا كاين بزاف لي كاتيجوري كنبيع الفيستيفال وكنبيع لي تياتر وكنبيعو التيران وكنبيعو هذا دونك داكشي مختلف هذا الشيء اليوم رجع ليا اخي اللونسمون لا بعدا راه كاينه هاد لي كدات في اللونسمون راه واش السيت جاي لونسو واجي جيت لونسي كان عندي سيت ووردبريس ويقول لي قلت له طلبت منه واحد الطلب وقال لي لا ما نقدرش نبدل قلت له ما نقدرش نبدل قال لي واه سيت ووردبريس راك عارف سان سي ام اس ما يمكنش تبدل فيه قلت لي اوه كيفاش حنا شهرين حنا خدامين على داكشي وقال لي قلت له كيفاش خصنا نديرو قال لي خصنا نبداو بسيور ميزور
لا غنبداو لونسيو عندك هاد لي دوموند اشاك فورس تبدل خصنا نديرو سو ميزور دونك عاود رجعت لي ساعه ثاني كنعاودو ديفلوبيو ا زيرو 3 شهور حنا خدامين باش وجدت السيت في الديبي ديال 2018 ولكن ملي وجدت السيت بقات فيه الخلعه واش لونسي ما لونسيش واش نحطو واش نحطوش من شهر واحد حتى شهر 3 2018 عاد لونسيتي عاد لونسيت كان عندي وقع لي واحد القضيه وانني كانت من هذيك الوقيته بقات فيه الخوف كان واحد السيد صاحبي صيفطوا لي سيدي ربي في الطريق هاد السيد تاع كوتش مونطال وداك الشيء تلقى واحد المره تلقى معايا وتلقاني ضرب واحد الطاقيه في داك العام ديال الشوماج ضرب واحد الطاقيه وضرب واحد السيرفيت وداك الشيء تلاقيت معاه قلت له صاوبت لو سيت وداك الشيء هو كان كوتش مونطال وكينصحني خيره مهمه هاد القطاع ديال حقيقه شلاك طريه كتلقى غير الانسان طايح فشي حفره وخاص اللي يجي يجبدو يدوي معاك يتوب وهذا الشيء وقع لي بزاف في حياتي لان اومومو انك تقول هذاك الشيء ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى لان بعض المرات كتقول هذه وكتعاود تحلك هذا السيد هذا جلس معاه ويقول لي هذاك قلت لي راه خايف لونسي صوبت السيت وجدتو داك الشيء وراه خايف لونسي لان ما عنديش باش نحط فيه وداك الشيء واش يوقع لك كاع واش غترجع هذه عامين فاش عندك ضرب كاسكيطا وضرب هذا وجلس لابس سيرفيت وجلس شوماج راه هذيك هي البير اللي وقع لك فهمتي هذاك هو اقل من هذاك واش غدير ترجع لتما ما كاينش مشكل وحين دونك خصني لونسي لونسيت في 2018 شهر 3 لونسيت بديت كنحاول نمشي نقنع لي بروديكتور انهم يحطوهم لي زيفنت ديالهم لا بعدا قول لهم لونسيت ما عنديش البرودو ما عنديش برودو دونك انا لونسيت حاط صوب سيت سوليسيون ولكن فين هو البرودو هادشي واحد هادشي واحد جدا راه تشاري داك انت اللي كان ديال السيتي كوميرس سالينا وحنا نتفكروا ما عندناش برودو يا بحال شي واحد مشاكل شي محل قادو قادو شنو نبيعو دابا دونك ديكو صافي هذا فين هو البرودوي وفين هو الكليان حتى الفلوس باش تجيب الترافيك ما كاينش فهمتي انت عندك السيد كتمشي عند السيد كتقول له حط لي البرودوي عندك حيت انت انترميديير في الميليو كتقول له غنجيب لك الشاري والشاري فين هو راه خصك تخسر عليه فلوس وانت ما عندكش فلوس دونك انت كتبان بانه هذا مشيت بقيت كنحاول نقنع لي سوسيتي ديال لي فيمونسيل حتى واحد ما كيقتنع دونك حاول باش السبب لا كنت شي تاريخ ما واحد زعما شوف واحد جيب كاديم الصاير خاسر عليه زباد فلوس غادي يجيبو غادي يزعم معاك انت في بلاتفورم جديده داك الشيء انت تجيب لك واحد دونك اش قلت انايا خصني نبدا باش غنبدا وانا سويتش البيزنس موديل درتو غير واحد لا بيريود باش نبدا باش يبان السيت عامر درت لي ديل الوغ كو لي ديل كانوا ديك الساعات اون شوت ليبر لان كان لي ديل ما بقاش بيزنس دو فالور ما بقاش بيزنس دو ديال الثقه اخي ما خدموش والله ما خدموا مكان قرب كوبا يبان جلتي فرقع لان لي زاكتور اللي كانوا ما خلوش الناس الثق لان ولا الانسان كيشري وما كيلقاش هذاك الشيء ولا تشوف انا طرات لي انا شريت واحد الفطور ديال رمضان بالمناسبه في رمضان ومشيت وقال لك لا اخويا هذا الشيء خاص تتصل بينا واحد السيمانه قبل تعلمنا وقلت له واخا انا بغيت ريزيرفي بلا ما نتصل امتى قال لك لا رمضان عندنا كامل عامر دونك انا شنو غادي ندير بهذا لا كيما قال توفيق المشكل ما كانش في ليديل كان في دوك الناس اللي كانوا شادين دوك لي دومين بوتيتر زعما سواء كان عندهم كليونتيل بزاف صافي ساتيسفي بداكشي اللي عندهم ولا هذا ما السيرفيس ديال السيرفيس ديال اليوم يخدم انا لونسيت ليديل ولكن ليديل مع داكشي اللي كنت كنبيع ما كانش كومبليبل انا ما كانش لي سبيكتاكل ومع ساندويتش سي سيتي با ومع ذلك قنعت راسي بانني خصني تعامر وهذاك الشيء كان فيه مشاكل لان كتمشي تونجاجا مع ريستورون مع سالون دو بوتي مع سي با ما كليونتيل فهمتي كنت كنقول له اجي غنجيب لك الشاري ولا كنحط له ليفيرمون ديالو باش نعمر به لانه ما كانش نبيع فهمتي اصلا ولكن ديبانيتي بيريود بدات كيشي كتحط كندير ومنين لونسيت كنت هذاك ليفي ديال اول كوموند غادا طيح يا سلام فهمتي هذيك اول كوموند هذيك من تحت واخا اللي شراها اصاحبي فهمتي بغا يعاود لي شي مشكل باقا عندي ديك لا كوموند قلت ان شاء الله غنحطها يا اخي واش الكوموند جات في الديلز ولا جات في التيكت جات في الديلز لان ما كانش التيكت في الاول لان ما كانش عندي كاع كان غير واحد السيد كيدير الخضره وكان كيعطيني لي باك ديال الخضره ب 100 درهم دونك واحد كيديرو دونك انا سيتي با مون طرافاي انا كندير له هذاك وكيدليفري هو هذيك الخدمه على حقاش اخي الشيء ديال الديل قلت لك خدام واحد الصديق ديالنا في امريكا انا هي الفكره اللي بغيت تكاو عليها الدراري مشى بغى تيستير مشى عند واحد خونا تيدير اللازر تيديروا البنات باش ما بقاش نوض لهم الشعر قال لي خونا انت تنشوفك حل هنايا والبراندينغ والصداعات ما عمرك شفت واحد داخل مع الباب
قال لي ما تيجيش عندنا الكليان. قال لي انت شنو كدير؟ قال لي راني كندير اللازر كذا كذا. قال لي شوف غنجي نقدي شي اشعار عندك وانا تدوي معايا على الكليان اللي جبت لك. عرفتي يا معلم مع كومبين نهار الاول 1500 ريزيرفاسيون بغيت اتصل بيه قال لي الشري فاش باغي تربج 1500 هادي خصنا نخدموها في عام. قال لي مزيان خلصني فيهم وبلاني فيهم جاب العام. قال لي وانا نعيق وشنو دار؟ قال لي 1500 راه ماشي تارغيت امريكان وتارغيت هي الكارتي تارغيت هي العيالات ديال الكارتي. عشا صاحبي السيرفيس مطلوب خاصها هو دابا يتكاو عليا فكره سير خدموا الدراري ها هما لي سونتر عطاهم الله تيعانوا ما كاينش الكليان كومبين فيسبوك الكارتي وصرت الله يحفظك شي ديال لي ديال فيه غير ما جاش المعلم ولد الطومين ما جاش المعلم ولد الطومين شنو جاو شي سيطار مع تنحط الشروح ديال صحاب الغيساني كانوا مريحين رجل فوق رجل بان لهم جروبون دايز امريكان هو يقول اجا جا الصط نتبعوا هذا الصط هذا راه بديروا ليه مام وهي ما كتجيش الفكره بحال هكا بحال حنا اخيو كان خدمنا في الاي كوميرس وطحنا فيه وتمرمدنا فيه وغدنا وطحنا عاد جينا نديروا يوكان ماشي هادي تنقولها ديما تنعيبها على زونتربرونور انت اخي بديتي الكيشي من الزيرو بالمشاكل وكذا ماشي شفتي شي واحد دايز تقول الصاب غادي نمشي نكوبي هذا لا واش هذا المشكل بهذا شوف المشكل انا جيت تحليت سوليسيون باش كنعرف كيقول لك ودي راه ايدي سامبل شحال كيقولها ولكن خاصك تكون عندك الاراده انك 4 سنين دوي نفس اللغه انا 4 سنين وانا نفس اللغه تخيل 4 سنين انت كتعاود نفس الحاجه اللي اقتنع بك اللي ما اقتنعش بك اللي يخدم معاك اللي كيقول لك هذا اللي كيقول لك هذيك البيرسيفيرونس هي اللي خصك تكون فهمتي لانك هنا بين تطلق وبين تكمل راه شعره وجا اخي سمع اخي واحد القصه كانت تجل فايت مع البدايه تعاود دابا جوستمون انا خاصني نعرف هاد الاب قدام ماشي مشات بدا يبداو السيلز يقدر يبداو السيلز ولكن يكونوا الدين غادي يبدل التهلوك دونك انا فاش بدينا هادشي ديال اللي يدير مره كنجيب ايفينمون المهم داك الايفينمون ما كيتباعش المهم غاده الدمار الشامل كان عندي ماشي شي 4 شهور صافي بقيت كنستيت ما كيجينا لي لافونت لا والو ما حتى حاجه فهمتي وانا مسلف هذوك الفلوس من عند النسيبه ديالي وكنشكرها من هذا المنبر لان هي اللي هذيك هي اول وحده بيتشيت لها وثقت فيها ديك هي صافي قالت لي بيتشيت كتبان ديك الساعات زوين ديك الساعات المدام اشنو انا ماما عطاها ولا صافي شوفي في اتكال الله لان انا ديك الساعات بدا عندي الدمار الشامي كما قلت لك اوغوزمون كانوا في اوقات كان يقدر خويا تومي معايا كان شويه بدا كيصوفي دونك داش كيدير كيفكني شويه حتى بقيت عندي سبحان الله عليه زدت عندي بنيته الثانيه ايناس زدت عندي في جويلي 2018 زدت تبارك الله بخيرها لان في الوقيته فاش زدت هذيك البنيته هذاك النهار كان واحد بنت ليا جمال الدبوز ايفا فينير اكازا دونك اون فوا بنت ليا جمال الدبوز مشيت نقلب على الاورغانيزاتور الاورغانيزاتور صاحبي دابا بزاف كاع هو حكيم شقراوي اللي تي ما انا طرافاي هذاك ليفينمون جيت مشيت نسني باش ندير السبوع بنتي وقلت لها جي عندي دابا كلي جي عندك دابا خليت السبوع ومشيت هذه هي الحياه هو يقول لها من بعد راه كتعرفوا دونك مشيت عنده واحد القهوه جلس قال لي هذا تبيع جامد قلت له نبيعها ديت معايا كونترا واجده قرا الكونترا قال لي بدل لي هذه بدلت لي في الاورديناتور مشيت طبعتها واحد السيبر جبتها عطاها سنا صافي عطاني جمال الدبوس قال صيفط لك لي فيديو ديال حطيتهم انا الناس جالسين كتعشى في السبوع وانا شاد البي سي كان انتيغري في جمال الدبوس ذا لايف اوف انتربرونور حطيت جمال الدبوس حطيته ويدي لي كوموند طن ف 1800 درهم بلان سلام المهم بداو لي كوموند طق 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 علاش لان بديت كنبروفيتي في ذاك الاوديونس ديال جمال الدبوس فهمتي وديك الساعات بديت كندير مشيت انفيستي في الاس ام اس مشيت لقيت واحد السيده كدير اس ام اس قلت لها بدات تصيفط لي اس ام اس للناس اللي في اي بي وداكشي بديت كنبيع طا 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 مده ديال شهر بعت 2000 تيكي مزيانه بدايه 2000 تيكي جيت صافي بديت كتبان لي هذا كنجيب لي زيفينمون وداكشي بديت كنحيد داكشي ديال اللي يدير وكنسويتشي غير زيفينمون ديال هذا جمال الدبوس واحد النهار عيطت للبروديكتور قال لي جي عندي بغيتك في البيرو مشيت عنده قلت له شنو واش ندير شي بروموسيون داكشي قال لي ليفينمون انولي واو كلي ما يدارش ليفينمون
علاش ما علاش كان عندهم مشاكل هو مع هذاك السياد. المهم الى تيت انولي لو ليفيم تخيل معايا العذاب باش غادي نرد 2001 صراحه كنت كنجري لي سوكسي وليت خصني نجري هذا هذا وبلاتفورم ما معروفاش فهمتي وايفينمون اللي كيقول لك الناس وهذا باش رينا عند الناس حيت الناس ما كيفهموش انه كيقول لك راه هذا شي واحد جا حطا دونك هاد السيد راه مشات له ريبيتاسيون. ما نكذبش عليك الوقيته فاش عرفتها خرجت الدنيا ما عرفتش شنو وقع بيا جلست بقيت كنبكي قلت صافي سي فيني لان شحال كانت عندي كانت تقريبا شي 70 مليون خصني رومبورسيها وانا خاص هذاك الربح ديالي انفيستي الدوبل ديالو باش نبيع هذاك ليفيرمون لان هذاك ليفيرمون ماشي مشكل عندك الربح ديك الساعه دونك خصني هذاك الربح باش نعاود نبدا دونك دوزت قرار نقول لك اسوء ويكاند في حياتي فهمتي انا لدرجه انني فهمتي صافي كنحس بالدنيا صافي تسدات لي في عين اثنين هذيك ليكيب شو ملي يكون عندك ايكيب كيتيقوا فيك انت صافي كيقول لك فازي الغد ليه اثنين قفضنا دونك شنو قلنا قلنا اول حاجه غنصيفطوا ان ميل لهاد الناس كلهم نقول مرة ليفيرمون تانولا وغنصيفط الميل بسميتي بالسيناتور ديالي التليفون التليفون ديالي لانني باش الناس باش تثيق وعاد شنو درتو بهاد الايميل قلنا لهم بان ليفيرمون ايتي انولي وبانكم غترومبورساو ماشي ساهله خايت تواجه داك الشوك والغد راه كنعاود لك كنعاود لك كنبورش لانني صيفط ميل بنمرتك وتتسنى كنتسنى اول واحد ولكن هادي جو بونس دوز هاد الباكش وكذا بسبب الراجه 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 عاونات في هادشي لانني حتى دابا كنقول انا فين دابا حيت شنو وقع لي المشكل انني لا كوميسيون ديالي انفيستيسا دونك ملي كنرد الفلوس كنرد الفلوس ديالي زائد الكوميسيون صافي داك الشيء كندير راه كديش على مخاطره راه كندير على 18 مليون كنخصني نرد ما عنديش وانا غارق ويلا هذاك اول ايفينمون غادي نبداه وكلشي دونك كيفاش غندير قلت عشان غادي ندير هذا نبدا نردو غير لي مونطون الصغار نحيدو المشاكل دونك بدينا كنردو لي مونطون كنردو درنا قلنا لهم عندنا عندكم ان موا باش نغومبورسيو الناس دونك ربحت ان موا دونك بدينا كنديرو بدينا كنعيطو بالتليفون واحد بواحد دونك بديت كارت 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 فهاداك لو مومون فهاديك السيمانه وكنس اوازيس فيستيفال دونك اوازيس فيستيفال من اكبر لي فيستيفال اللي كاينين وداكشي عيطو لينا في البيرو قالت لي مع هاداك اللي راه اوازيس فيستيفال اي نوزون ابري بقيت كنسول شكون مولاه شكون هذا شكون هذا لقيت مولاه كان هذاك 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 السيد اللي جاري واس فيستيفال عنده علاقه بالراجا دونك خديت مرتو من هذاك الريزو ديال الراجا مشيت قلت نعيط ليه تسنى نعيط ما نعيط مشيت جلست فواحد القهوه في بولشاري اونفا جلست بحال هكا نعيط له قلت له راه هذا راه انا معك كيشي قال لي ايفيكتيفمون حنا عيطنا لكم وداك الشيء قلت له الله يخليك راه بغيت نجي نوريك البروجي وداك الشيء وحنا زعما شرف لنا ان يكون عندنا واس فيستيفال وقال لي وقال لي اوكي ولكن انا غنمشي للميريكان في العشيه الا قدرنا نشوفو نشوفو دابا شي شويه قلت له دابا نجي عندك قلت له فين كاين فين كاين البيرو وقال لي البيرو البيرو فين كاين في القهوه اللي فوق من انا جالس في القهوه فوق مني مش عارف الارزاق لا شوف هادي هادي ديال الغيثان الغيثان عنده مشكل مع واحد البنكه مشى بقى كيشوف في بوكي معاهم رونديفو طلع عندهم حتى الكازا السياج ديالهم بقى معاهم في الخرو يقول لي شوف انا عطوك الشركه ديال الديفلوبمون كديفلوبي لينا واخا ما تنبغوش نبارطاجيو عرفتي فين عطاوها ليها هي مع الدور والله الا هي لاصقة علينا يقول انا ضارب عندكم التالي لا يا وكذا وكذا باش تقول لي راه لاصقة علي ندير ما بتم زومي حماق في الدورة قال لها قال لها ما تنبغيوش نبارطاجيو كاع هاد الشركة اللي كديفلوبي لينا ولكن راها هي حلوي لقى راه هي البيرو اللي لاصقة علينا حداك هي هادي ديال الدورة باش تلقى العين حداك لقيت وحدها قال لي طلع عندي فوق طلعت تكونسونتريت جلست معاه تا 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 خرجت بالكونترا مسيني اللي ما الكونترا خرجت بالكونترا قال لي دير لي دير لي كنت ندير لك قال لي صافي كان عندهم مشكل مع الناس كنخدم معاهم قبل دونك ديك الساعات هو سويتش عندي حطيت ليفينمون ما عمرني كنت كنصحاب بان راه هذاك هذاك لو نومبر ديال الناس كتشري كان تيكي ب 1000 درهم ويبداو لي كوموند سميتهم هذاك البلاتفورم دو بايمون كانت داير لنا ان سوي ديال 50000 درهم انت ماكسيموم عندك 50000 درهم درجه زعما ما تيقيش وصلت 50000 درهم لقيت بداو كيبلوكيو لي بايمون بديت كنجري عندهم
جلست لهم تماك تلاحيت لهم فواحد الفوطه قلت لهم واش انا جبت هذا جبت هذا قلت لي كتب لينا ان ميل ونجاوبوك من هنا غدا قلت لهم والله ما نخرج من هنا حتى ديروها باش حلوا لي باش حلوا لي الروبيني كملت هذاك لي بايمون الحمد لله بهذوك لي كوميسيون ديال هذا ديس كنكمل كنرمبورسي الناس لاش انني من بعد هذوك الناس كلهم يشرو جمال الدبوس باقي ديك اليوم دابا انا عندي لي ديزيستوريك دي زاشتور كاين واحد السيده مشى عند الوالد الله يرحمه في النهار سي كارديولوج مشات ومني شافت سميتو قالت لي مون النخله قالت له اش واش ولدك عنده واحد السيد البيت اللي قال لها اياه قالت لي راه شرينا من عندهم جمال الدبوس وما حضرش ولكن راه الناس مزيانين راه رومبورساونا اسمع اخي تخيل معايا انا كنتخيلكم رومبورسي شاد الناس الوالد مسكين يمشي عند كارديولوج اش كانت غتقول ليه ولدك راه زرق لنا الوالد غادي يزيد غير ما انا ما فهمتش دونك قالت الحمد لله هذاك المشكل رجع افونتاج في مود لي سوغ شوفير سيرفيس ابري فونت راه داخل في البيزنس داك اللعبه ديال ضرب وهرب وخذ فلوس وداك الشيء ما فهمش وما عنده فين يوصلك ولا دا غيديك الحبس زعما من الاخر exactly. شوف سيرفيس ابخيمون لا يدير بيه داك الشورت تيرم ولكن زعما على 10 سنين والله ما تفكر فوالا بنادم مزيان انفيستي في سيرفيس ابخيمون سبحان الله والله زعما برافو عليك تشوف لونتربرونوريا ماراطون ماراطون طويل بزاف لا واحد اخر بحالك غيسد لونتربريز ويشدك فلوس يديرهم في جيبو ويقول لهم السلام عليكم ويسدد والله الا تهضر معاك انا تجي انا دارش انا كتقول داك الجي كتقول مرات كتقول لي مرتي كتقول لي ترى بلي هذا الجي عز لك من بناتك باسكو انا امنت بواحد لو بيبي بقيت دابا لدابا انا عايش معاه شاك جوغ فهمتي بالنسبه لي انا اللي بغيت تهلا فيا يتهلا لي بكيتي فهمتي بالنسبه لي انا هذاك هو الحاجه اللي خصها تبقى في 2019 بديت صافي بدات الامور خيت واز فيستيفال بدات كتبان الامور سيريو صافي اللي مابقاش عندي لي ديل حيدتهم قديت لي كاتيجوري كونسير تياتر داكشي وبديت كندخل في لي زيفينمون وديك الساعه جبت لي زيفينمون هادشي كامل ديال لا كوميدي ديال هذا بديت كنحاول كنشد لي بروديكتور اللي كنخدم معاهم كيبان لهم الفرق حيت دابا حنا شنو كان كان عندنا ان كونكورون كان كيخدم بحال الفونكسيونير كيخدم 8 12 جوج 6 6 ما كيعاودوش يجاوبوا الناس الوغ كو ليفيمونسيل امتى كيبدا بالليل وكيبدا السبت والحد دونك حنا حتى ليكيب ديالي ربيتهم على هادشي انهم ولاو ديسپونيبل السبت والحد يكونوا على ديسبوزيسيون دونك لي سيرفيس كانوا مختلفين واخا كنا كنديرو دونك بدينا كندرينيو الناس كندرينيو بقاو لي الفستيفال الكبار بقيت كنتقاتل على ودهم باش نجيبهم بحال موازين بحال مراكش ديغيغ وداكشي كلشي الحمد لله جبتو في 2019 كاع لي فستيفال باش كنمشي عندهم كنقول غير نخدم معاهم غير كنمشي معاهم كنجيب ربي تيسير كنفضي معاهم كنجيب ما كاينش كتلقى شي حاجه معكسه زعما كاع اللي مشيتي تغيز لا لا ولكن كان ولا كتلقى شي حوايج كان بيان سور ديما الحوايج لان كان لا مع ما ماشي بقيدوي على الزوين ديال تنمشي كنغيزو على كيفاش راك خيتو ولكن العكس اللي طرا له ولكن راه بحال هذيك التماره كامله اللي دازت بحال اللي تخلص عليها في الاخر شوف واحد لا ستوندوي شوف اخي انا كنامن اونتربرونور ما عمرها كتقاد دابا انا اليوم المشاكل اب داون اب داون راه المشاكل كاينين كل نهار ما كاينش ضربتي راه ضربتي تماره شحال هاجه تخدم عليك المشاكل كل نهار ديز وين في المغرب اين فوت داك الاول بقات شويه وهذا لونتربرونور عنده الداخل تيعرف يبيع به دخلتي في نيكست ميديا وكذاك ما كنشدو واحد تمشي تبيع به ولكن خص يكون عندك داك السكيل باش تقدر تبيع بهذاك الشيء تقول راه اللي درت هادو درت هادو درت هادشي مزيان هذا تتفرش وعاد خصك تبريزونتي وتبيتي والحاجه اللي قلتي انت بان كان ما كانش سهله بزاف كانوا عراقيل لان كانت كان عندنا كونكورون كان الكونكورون كان ليدر كان السول في المارشي كان مونوبول مزيان هاد الليدر اخي شوف الاخر واش يعجبني داك الليدر كان ليدر حنا اللي كيجي كيجر تقول لي شري ليدر انا كان هما لا ماشي يجرو انما يدوز عليه صافي تيحيدو ما تقيسوش كل منافسه الشريفه كان مونوبول كان مونوبول انا كان بوحدو وكان كندير دي كونتر ديكسكلوزيفيتي مع لي فيستيفال دونك ملي كنمشي للفيستيفال كنقول عندنا اكسكلوزيفيتي مع الناس كنتقاتل باش نحيد الاكسكلوزيفيتي فهمتي كانت قاتل باش نحيد الاكسكلوزيفيتي ومنهم موازين نيس كان عندهم اكسكلوزيفيتي معاهم وحاولت درت لي ميل بي يقدر درت شي حوايج ما يقدرش يديرهم بواحد العقل باش ناخذ موازين الحمد لله خديتو في 2019 هاني اخي تعاود كيفاش جا موازين موازين يعني انت شقيتي هادي اللي ما يقدرش يدير واحد اخر اخي احنا جايبين شي يقول لنا هذا شوف شوف قلتي ثاني الاكسكلوزيفيتي شنو درتي دخلت الناس في الاول ولكن واحد النهار صيفط ميساج لاحيزون صيفط لي مباشره صيفط له ميساج اس ام اس ما جاوبنيش ولكن جاوبوني الناس ديال ماركتشر وهنا عرفت بانه
il faut demander. راه كيف هذوك الناس كيكون هذا المره تعيش واحد المايند ما عارفش فهمتي جاك دونك ملي كتقول له كيقول لك فوالا ما يمكنش تدي اكسكلوزيفيتي مع واحد الوغ كاينه سوليوشن اخرى اللي خدامه عطيني لي دو علاش يكون واحد فهمتي دونك خديت موازين ودرت لي شيفر الحمد لله كان نبيع مزيان وبعد حاولت نبيع موازين نجحوا لان العام اللي مورا اللي ما دارش ديال هذا كان عندي اكسكلوزيف انا من بعد فهمتي دونك من بعد عطاوني حتى الاكسكلوزيفيتي اون فونت اوف لاين عطاوك الاكسكلوزيف في خدمتك ما عطاوش لك زعما حيت ماشي بالمعنى الخدمه لانهم كانوا فرحانين وكنت انا عاونت موازين ماشي جيت وخدمت فعلا. جيت ودرت شي حوايج اللي ما كانوش دايرين قبل بحال دابا نعطيك كيفاش خدمت معاهم كان واحد كانوا عندهم هما كانوا كيحبسوا البيع لكان ليفيرمو مع 9 الليل كانوا كيحبسوه مع 5 علاش حيت خصك تصيفط لي كود بار صيفطهم انا درت لهم اون سوليوشن قلت لهم انا لا غنبقاو نكملوا البيع وهذيك القضيه اللي كملنا البيع زدتنا لو شيفر دافير فوا 40 كنحكيش على خرج ديك لاست مينيت هما اللي كثار انا واحد منهم كنشري الطياره في اخر لحظه بالثمن ربعه المرات ولكن المهم اللي كنت متاكد ان صور غادي المطار جرب يلاه كنشد في الطياره مع الباب وكان سوليسيون سهل انني كنت ندير لهم لي كود باغ اللي تباعوا واللي غيتباعوا في هذا بس سوليسيون سهله ولكن عطاتنا 40% دو بلوس ومن درت معاهم عرفونا باننا حنا اليوم ماشي سي با ماشي موديل فيجي حنا موديل كانت ديفلوبا وكانت ادابتاو مع لي كليون وكان توفيق عطى حتى شي حوايج غراتويتم بحال مثلا دار لهم واحد لو ستاند في ميغا غاما خلصوا هو اسا شارج باش الناس اللي بغاو يشريو حتى ميغا غاما شراو ملي بديت الامور كتقاد هادشي في الاول مشيت صيفط لورغانيزم ماروك نوميريك فاند سيتي الام ان اف هما اللي سيتي لي جاد ام ان اف باقي تعاود من بعد ولا ما عمرها ما تعاود مره واحده جو بونس عاود جوج مرات تعاود جوج مرات عندهم دو فون وهذوك لي فون هما كان سيتي هما دابا هنا خص شو هاد الجواب هذا اللي غير القصه اللي غير عاود توفيق هي علاش هاد الفون ما عمرو زعما غادي شانتوني القصه راه فيها عبره والله الا فيها عبره علاش حنا المغاربه تنتحدوا لان كاين الناس اللي جاوا باش يعاونونا شوف على ميساج غيعطيونا خليك كتشوفك تعاود لان امانه دابا امانه فهم عندهم فلوس كاينه على البروجي هما كاينين ياك ولكن المقررين ديال دوك لي بروجي سي عقليات كيبقى هو اصلا كياخذ سالير فهمتي وما عمرو عرف لونتربرونيا من الداخل كيعرف غير شي كيعرف الاكسل دونك ما كيعرفش شنو كذا كتبت لهم انا ما عارفش انا جيت عمرت قالوا لي هذا عمرت وصلني ايميل من موراها بنص ساعه صدق ماشي تسنى حتى يتوديه ولا هذا نص ساعه من موراها وصلني ايميل قال لي اسمح لنا هذا البروجي ديالك ما خدامش علاش حيت انت tu as investi في ان سيكتور دوميني باغ ان اكتور هيستوريك هذه الكلمه ما عمرها قال بانني انا جيت انفيستي في واحد الدومين فيه واحد احسن مني ما مشى على التاريخ اقول على جوجل ولا على فيسبوك شركه عندها تاريخ تاريخيه اكزاكتو قالوا لك بالعربيه بعد من هذا الشيء راه ما عمر كتقدر دير لي شي حاجه زعما هذا اللي كتبها خصو يفكر يشوفها بيبسي مع كوكا الى عندك شوف لا شوف هذا يعشر المنافس يقدر هو اللي جاوب في نص ساعه واخا ما يكونش عشير المنافس راه قال لك هذه العقليه التفكير قال لك هذاك اللور اللي كيديسيدي في هاد لي فون ما عمرو دار لونتربرونيا لا واخا شوف والله ما كانش علاقه كتربطو يقول لها غادي نعطيوه هذا راه هذا بيض ضرب مع عشير دونك اجي بلوكي غتلقى دازت بحال هكا حتى هاد القضيه والله الا حتى هاد القضيه ديال ان ما عمرو لا سيرتو في نص ساعه هادشي بان ليا مشخصن فيه لا هو داكشي جوست في نص ساعه شي حاجه شخصيه علاش تجاوبني في نص ساعه وخليك بعدا تتيتيدي شوف النمبرز ديالنا شوف وتلاقيت هاد السيد من بعد انا شنو درت من بعد انا جاوبت واحد الجواب قلت له ما يمكنش انت دير بحال قلت لي بيبسي مع كوكا ما كايناش تدعي لي مع سيدي حرازم راه دوك راه مارشي كاين محتو للجميع وقال لي سي ان سيكتور صغير وانا اللي كان عندي الهدف وانني نوري بان سيكتور ديفيرتيسمون ولي سورتي سي ان سيكتور كبير داك اللي كيخرج ياكل برا راه هو لو ميم اللي كيشري سبيكتاكل هو لو ميم اللي كيشري التيران هو لو ميم ما يمكنش تقول لينا حنا هادشي صغير فهمتي ملي كتلقى كونسير ديال شاكيرا ولا ديال ريانا كتلقى فيه 100000 متفرج وهنا غادي ما كيجيو حنا
حنا صغار دونك هذيك الفكره ديال انه سي ان بوتي مارشي وبانني انا اكثر هيستوريك هذيك مرضتني وبقيت كان اشاك فوا كنحس بالعجز كنعاود نتفكر داك الميل وكنعاود نخدم تلاقيت معاه من مورا شنو الجواب ديال الميل واش جاوبتي ولا ما جاوبتيش عليه جاوبته شنو دار من جاوبته زعزعته بداك الجواب منين قلت له انايا اش قال لي ايوا صيفط لي الشيفر ديالك ديك الساعات علاش باش يقول لي زعما انا الشيفر ديالك راه ما كاينش ما عاود جاوبته انا كاع خليته من موراها تلاقيت معاه في 2019 يلا بديت كنبيع التيرانات وبدا السوكسي وكيشي وطططط وانا نتلاقى معاه لقاني واحد السيد وقال لي راه سي فلان وسلم عليا ويقول لي قال لي اه عرفتك وداك الشيء قلت له جبولي تو ميرسي بعدا واحد الحاجه قلت له بغيت نشكرك ويدوخ هو قال لي علاش نشكرك هذا قلت له شكرا قلت له علاش حددتي فيا النفس بغيت نشوف انا هاد لاكتور هيستوريك ويلي اوجوردي فينا هو فهمتي قلت له انا دونك كاين مارشي زعما كل واحد خدمته وكل الله يسهل على كل واحد فهمتي ولكن ما يمكنش تكاسي حتى انا كنت انتربرونور على قد الحال بيني وبينك ما ندوز لا راجا ما ندوز حتى حاجه جا الشوكا بحال هذا اش غادي يدير اخي راك انت انتربرونور على قد الحال وكاين فيرسون تسيما تيكون كاين شي واحد اللي ما هذا غادي يريبو في البلاصه فوالا وهاد اللعيبه هي اللي كي ديما تيقول ريدا تيقول لك انت شفتي الجهه العامره في الكاس حيت شفت اخر غايقول خويا هاد الجواب هذا سافو دير انا بلا ما نكمل في الدومين لا الدومين ما فيهش شو حيشو انا ديما فايت اخي توفيق برافو ما مري عاود هادشي اصاحبي لا لا برافو والله لا راه سيمو خرجك مره لا سي ما فري شوف اخي كتشوف مبادرات واعي في المغرب واعي ادمينيف كان على الاقل خاصو يطلع لنا واحد 20 80 20 بارك على بناء 20 حنا مزوقين بناء 20% نجاح 80% فشل شكون اللي كاين اليومين هذا كاين البطوله بوحدو البطوله بوحدو ما تبقى فشل واحد النهار تندو مع واحد السيد في كازا قال لي راه ملي بان لي مينيف رانا اللي ضربت التليفون باش عطاو الولد اختي انا هاد الهضره هادي ما كتعجبنيش هاد المره انا نقول فاك ملي الامور كتفرق بحالك وكنتمنى اخي هادشي ما يطراش حتى في المادة دابا خارجه 100 مليون اورو عرفتي راه ما كايناش ستارت اب في المغرب اخي لا دابا لي شونس تبدلوا دابا نتمنى غادي تبدل دابا لا لا لي شونس سون طران دي لا لا حيت اصلا كتبوا الناس وهضروا وهاد الباديك سبيريتس اللي دازو وصلات لهم لان ما كاينش دابا شونس توفيق شي باش القضاء كتشوف في ليكسبيريونس ديال احيزون السيد جاوب الجواب اللي كان هو قال لك انا كنعرفو غير هذا كيف وصلت لها في 300 مليون اورو اش ممكن يتصنع بها اخي كنتمنى تمشي بشي توجه صحيح والله يجي تصنعوا لنا امه ديال ستارت اب اللي نفتخروا بها من هنا 10 سنين دابا راه جوستمون دابا الا طرا لها بحال امينيف دابا حنا دابا في الموند دو ستارت اب الموند دونتربريز كتلقى ديما خص لو فون ناسيونال يتيق في لا سوسيتي الاولى باش تجيب لي فون انترناسيونال دابا ملي كتمشي دابا ما يمكنش انا تقول لي نيجيريا كينيا السنغال رواندا كلشي فيتينا فهمتي الوغ كو حنا بي عندنا ادمغه عندنا الدراري واعي احسن فرنسا احسن عندنا بعدا مباشره عندنا الدراري واعي واحسن انفرا اخي حيدي جنوب افريقيا احسن انفراستراكشر في افريقيا كامله كاين احسن بوزيسيون احسن بوزيسيون خاصك توجد لي ستارت اب باش يمشيو حنا لي زونتربريز اللي خاصو يخرجوا لافريك خاصو يخرجوا ومعروف عندنا احنا ليدر د لافريك معروف المغربيه لونتريك ولكن لي زورغانيز بحال دابا الام ان اف منين مكونه من ابناء من لي سي ديفون ابناك صرا ملي كيحطوا انسان كيديسيدي ما كيديسيديش ف ما سي با بحال ملي دويت معاه قال لي لا حنا اون اريتي دانفيستير في الاي كوميرس هو دابا انت لوجيكمون واش مشى على الموجه جايه اللي حنا نمشيو وملي كتسول اسمح لي ملي كتسول كيقول لك لا بلو بار اللي كيشوفوا هما الشوفه ديالهم شوف اش من ديبلوم فين خدمتي فهمتي هذه اول حوايج شوف اول حوايج بغاو ولا كرهو هاد الناس كيديسيد كيشوفوا الدبلوم كو تو ابري وبالدبلوم كي كادريك على حقيقه الشخيره الدبلوم هو اللي خلاه يكون تما باش على دابا اللي قال سيمو دابا اولا هاد لي فونت يديرهم ابناك البنكي اول حاجه تيهضر معاك فاش كيبغي يعطيك شي حاجه تقول لك شريف عندك شي دار كتقول ليه لا عندك شي حاجه تبيعها تقول ليه لا تقول لك خويا ما نعطيوكش ولا اش اخويا حاطينك انت تما عندي دار وعندي العيال غير نجي اصلا نسول فيك دونك هذا راه موديل غالط ما عمرنا نعطيو لي بونكي يعطيو لي كريدي هاد لي بونك ناخذو عندهم الفلوس ونجيبو ناس اللي تيعرفوا يهضروا مع هاد لي ستارت اب هادو تيضروا بلوغتهم تيتفاهموا معاهم وهما يدافعوا عليهم كونتر لي بونك حيت ملي كتحط شي واحد في الميدل داك الوسط تيهضر مع هذا ويعرف يهضر مع هذا اما تجيب لي واحد من البنكه كما قال لك توفيق هو اصلا سالاري اخي شوف المبادره اخي اللي كيدوز وكاينه فلوس وحق الرب وتوجه بشكل صحيح
والله اخي انت الكريم عرفتي راه غادي نكتسحوا كلش دابا الغلط الترجمه ديال دابا الناس كتصحاب دابا لي جون كيصحابوا بان الفلوس ما كاينش في المغرب ما كاينه اللي يخدم اللي يخدم هو اللي ما كاينش فهمتي اما الفلوس كاينه والناس اللي تخدم حتى هما اللي يسهلوا الظروف على الستارت اب راه خصهم يفهموا فهمتي دابا اوغوزمون كتلقى شي حاجه بحال دابا انا بحال دابا كاينه بحال دابا لا دي دي باغ اكزومبل لاجونس ديفلوبمون ديجيتال راه خرجوا واحد لا كارت بعدا ولاو كيعطيو شركه 1 مليون درهم تخلص بها في انترنت ديرها ولا راه الناس كدير مجهود غير خص الانفو توصل فهمتي دابا اللي واقع هو اللي كيخدموا مساكن ما كيعرفوش كيفاش يدومونديو لي فون والقوامليه اللي ما تخدموش هما اللي كيعرفوا يصاوبوا لا هو اللي كيوصلهم الخبر ديال هو اللي كيعرفوا يصاوبوا الدوسي باش يعرفوا هذا هي هذا هو لو مالو قول لي يا اخي من ورا من ورا كي تجي تجي عاوتاني رجعتي تخدم عاوتاني مع الراجل دابا انا صافي بديت ثلاث امور كتبان خديت لي فيستيفال خديت هذا ولكن بقات عندي رجعت عندي اللي دا الاولى ديال النهار الاول في القهوه هو انني خصني نمشي للسبور بحال شي حاجه ما درتهاش دونك اوغوزمون بوغ مو على هذيك الغولاسيون اللي كان عندي في الراجا قلت خصني نبدا بفرقه كبيره كنقدر انستالي لو موديل فرقه عندها بوبليك صغير ولكن قلت بغيت انستالي كبير باش نمشي للاخرين لقى المارشي زعما تيران كبير كيدز 100000 ماشي بحال تيران صغير كيدز 100000 لا الا ضربتي الكبير الصغار كاين في الماركت فاليدايش واخا خاص نحسب عليك يقول لك لا هذا راه رجاوي والسيد ديال الرجا وداك الشيء ولكن انا كنت ملي مشيت اوغوزمون بور مو كان بريزيدون اللي كان جاود الزيات لي فريمون سون لوي ما كانش تلونس كاع هاد لوبيراسيون ديال الكره وكانوا الناس كازا ايفنت في سقش الجواري دونك عندي هذا والكوميتي دراجه راه ما كانوش فيها راه كانوا الكوميتي دراجه فيها جواد الزيات فيها سليم الشيخ سي البي دي جي ديال دوزيام فيها عماد حدور فاليو باس سي تا هو باغمي لي ميور اونتربرونور كاين في المغرب عندك سميتو حسن بهيج بي دي جي ديال اي بي ام عندك مهدي بلغيتي كاين دي جي ديال طاقة جروب راه واحد دونك هادو ما يمكنش دوز عليهم الدكاكه فهمتي انا مشيت عندهم باش عندهم ما عملتش فاهم تفهم لا فهموني انا ملي كندوي كنقول لهم شوفوا راه اوجوردي ان تيكي غادي تخدم من المنطقه للتيران وانا حافظ التيران حافظ البيبان ديالو مشيت تيستيت البيبان وعارف كيفاش غادير وكيفاش غنخدمو حتى الناس كازا ايفنت تعاونوني لان كان واحد اون كيلكو سورت الرجاء ايزو امبوزي بغاو يديروا هاد الاكسبيرونس انترنيت دونك حاولت نخدم البروجي ديال 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 التيرانات دونك حاولنا نديرو هادشي كاين في العالم كله دابا التيرانات شي باش البيع ديال التيران نمشي لبارسلونا نمشي للريال نمشي هذا فين مشيتي راه كاين لعب تيران ولكن خصني نجيبها من تماك وادابتيها على الثقافه ديال المغرب لانني التيكي ديال 2000 درهم ماشي هو التيكي ديال 30 درهم دونك خصني ندير ان سيستيم درنا ان سيستيم بان الناس كتشري بالكارت ناسيونال ديالها وان هذيك الكارت ناسيونال ما كتعاودش تشري مره اخرى وداك التيكي شري تيكي وحده ولا ممكن كارت ناسيونال واحد يشري جوج تيكيات لا بكارت ناسيونال يشري وحده لا كارت ناسيونال يقدر يدوز لا كوموند فيها 10 ولكن خصو يدخل 10 لي كارت ناسيونال ب 10 اسماء فهمتي وعاد هذاك التيكي ما كيتباع ما كيتشراش التيكي سميتو ديال التوفيق من النخله ما يمكنش نعطيه لك انت تدخل به ولا فهمتي يعني ما يمكنش المارشي نوار يعني ما يمكنش تكع منو التيكي تاع دونك درنا هاد الاكسبيريونس قال لي واش انت واش متاكد من هادشي كان ديك الساعه حسن بعيج قال لي قال لي التوفيق هادشي اللي عاودتي لي راه ساهل ترا جوستو راه سهل ولكن راه ما كاينش هذا هو السهل الممتنع لان ما يمكنش شي واحد يجي يتلح ليه وانا مستعد انني وانا ريسكيت بالسميه ديال كلشي لانني هذيك الساعه يلاه بديت كندير السميه في هذا صدق اقل حاجه كانت تقدر كانت تدمر البروجي فهمتي وهذا كان هذا هما الريسك اللي كانوا عندي وخدمت لا سوليوسيون خدمناها كديك الساعه خدمنا له وعلاء قدينا سوليوسيون ديال الجو الا حبك يموت معاك ولكن يسخط عليك يسخط عليك واجستو باش تبيع له ماتش وداك الشيء قال لي ويقول لي جاوبت زيد ديك الساعه قال لي اون فا كومونسي ب 10% ديال التيكيات غنبيعهم انترنت عطوني 5000 تيكي دونك بديت انا خصني نشرح للناس كيفاش يشريو كنخصني نكسبليكي صوبت فيديو باش نكسبليكي الناس وداك الشيء بدينا خدامين بداو لي تيكي كيديروا النهار اللي غادي النهار اللي كان عندي واحد الماتش هذا ماتش الرجاء وبيتيس اللي عمره يتنسى ليا في شهر 8/2019 دونك هذاك الماتش 10% ديال الناس ديال التيران شارين بالورقه ديال الانترنت وجايين بلا كارت ناسيونال ديالهم واقفين دار ثاني فاش شفت هذاك المنظر بديت كنبكي فهمتي لانني تخافت الاسطوره ديال ستاتليس بحال صنداله هما الناس جاوا جاوا هذاك الشيء جاوا بكرامتهم واخذين التيكي ديالهم واجي واحد لقيت واحد الفيه كنقول شوف دابا المغاربه حتى هما سيرفيس بالكرامه ديالو غتلقى حتى هو شاد معاك الطريق وكانوا كيقول لي انت حمق واش الناس غيشريو بالكارت بونكير
اخي توفيق فهمتي واش لي زونتربرونور ديما تيكون نفس المشكل حتى انا كنت كنقول علاش الناس ما تياخذوش التيكي اونلاين علاش اونلاين دابا انت الله والله ملي ورينا هذوك 10% شراو التيكي وجايين شادين الصف ودخلوا بها وسكانوا ودخلوا هذيك الدارش انني فهمتي كنقول او كيفاش هادشي فهمتي وكيقول لي كنقول لي او الناس شرات باركارت بونكير كاينين الناس اللي تبونكاريزات غراس غيشي بوين كاين بزاف الناس اللي مشاو خداو هذا باش ما يبقاش يتمحل مشى دار الكارطه كاين السيبرات اللي خدامين معنا السيبر دابا اللي ما كيعرفش مسكين راجل كبير وما كيعرفش كاع يشري كاع كيمشي عند السيبر كيشري ليه دونك السيبرات تحركوا فهاد البيزنس دونك باش نكمل لك انني بديت في هذيك الدرجه اننا بدينا خدامين بدينا كنبيعوا بدينا ب 10% بديت هذا غاديين حد النهار معيطوا لي قال لي شفت بيع ديربي قلت لهم نبيع ديربي اول مره ديربي عطوني 20000 تيكي بعت غير التريبيون دونك هذاك الديربي قال لي شبيع وقلت لهم نبيعوا دونك الديربي ملي عطاوه ليا ستي اول مره ديربي تباعوني حتى لي سيرفور ديال السيمي وديال الابناق ما عمر جربوا ايفينمون تباع راه اكبر ايفينمون على ليبوك تباع في تاريخ المغرب اونلاين باش طاح كيشي هي لوقيتي باش طاح كيشي باقي طاح السيرفور كان درك لانني كان خصني حتى كان السيستم حتى هو كان خصو يستريسي باش تعرف باش تعرف شنو كاين كيشي دير تيست السيستم ماروكان ديال البيمه والله خايل دابا راه شفتها هو تقول له والله الا انت ضربتي الطريق دوزتي لنا الطريق قرب اخي توفيق الا دوزتي لنا الطريق دابا كيجيو الاخرين تيجي تلقى السيمي فاهم شحال من حاجه تقادات فيه مات وانا نتصدع على لي زورغانيزم بوبليك اللي كانوا شادين التيرانات وما شادين لابيت ما عمرهم خدموا هادشي لان كيقولوا كيفاش واحد سميتو مول النخله شركه عاديه جات دارت ودرت ان باقي الناس دابا كيقولوا هذا راه مورا شي واحد واش فهمتي في المغرب والله الا كاين جوج ديال اللي درتيها كيصحابو مع شي واحد لدرجه انا كنعرف شي ناس ولا كينشر الاشاعه ديال تيقول ليه مثلا انت اخي درتي هذا الشيء كامل شكون من وراك تيلصق على شي شخص يقول لي اه راه باين دابا شي باش ديك اللعبه ديال فوت لي راسي فوت لي دوز دابا جوستمون دابا حنا دابا الحمد لله راه حنا في لي تيكي راه مورا كوفيد درنا 200000 تيكي فوندي اونلاين ما بقاش عندنا اونلاين يعني دخل الكارطه كارطا خلص باك كارت بونكير والله الا باش عندنا خيل داك الديربي بغينا شريات الصفيق حكمها وهلل وكذا وجاكو لا اصبر باقي راني جاي الكوفيد راني جاي الكوفيد دير بها خي تباع ل 20000 راه 20000 اخي اللي بعتي لهم راه ماشي هي 20000 راه كتلقى كاينه الفئه الموظف ولكن كاين فئه ديال لي جون اللي ما عمرو كان يحل كونت في البنك وانت اخي خليتيه يمشي يحل كونت في البنك ويجيب لاكارت باش لاكارت ودوزو وشرو عندنا ودادين وراه جاويين ودادين هذا عندهم صداع ولا كيقولوا حتى حنا اون في لا سوليسيون واش فهمتي دونك ديك الساعه تقول كيقولوا راه هادشي هذا كلشي خدام راه اي مارش الماتش اللي موراه كان الرجاء والترجي ماتش ديك الساعات بقى عندي الاوديو ديال جواد زياد لان كنشكرو انا ديما كنجيب جواد زياد بالخير لانه سي كلكان اللي كيتاقتاق فيا فهمتي قال فوالا تاع بروجي مزيانين في هاد البلاد خصها كتخدم مزيان غادي تكون انت راجل مزيان كيعرفوك صافي داروا هذاك وقولي غتبيع ماتش 100% اونلاين ترجي 2019 ترجي 80 ألف تيكي ولا كثر لا كان عطاونا ديك الساعات دابا كندرت كان عطاونا 30 ألف بي دونك التيران ما كيهزش 100 ألف شحال من غلط راه التيران كيهز 45 ألف دونك عطاوني 30 ألف بي قال لي التيكيات اللي كاينين كانت أكبر روسيط دخلتها في التاريخ الراجل دخلات أكبر روسيط لأن علاش لأن ما كاينش لا فايل ما كاينش ورقة رجعات كارني رجع كاين فلان شاري السيمو الغيثاني هذا طق داز البيمون من عند الكليان الكود ديال الراجا دونك دازو داز هاد ليكسبيريونس كانت 100% اونلاين خرجتها في الميديا مزيان صافي زعما حتى النوادي زوينه حتى النوادي صاحبي يقدر واحد مريح العيون حتى داك النهار هذا بغا يضرب يجي يشريه من تما التيكيته حتى نهار سميتو تجيب في كازا هذاك الشيء اللي كاين غادي اخرى كنعقل لك 2019 وكان كنت مع توفيق في الفيديو دابا واحد لا كاتيجوري ولات ديال الناس الكره درج واحد السيد كيجي يدق عليه في الدق كان كان ايوه كان ديك الوقيته كنا شادين لابيب انا كنت شاد لا اكزاكت ديك الوقيته ما يمكنش كيجي يدق عليه في الباب خويا راه ما داش ليا التيكي الله يحفظك شوف لا والواعر راه كانوا الناس كيقولوا لا راه انتم حيت في الاول ما فاهمينش هما اللي درتي 100% اونلاين اش كيقولوا كنسيت في كيشي الناس كتقلب على لادريسه ديال كيشي وهذيك الاسيستون ديالي مسكينه تخلعات حلات الباب لقى 30 راه جاو شادين فلوس كيقول لها عطينا البي كتقول
تاس بالسيت ولا لا حنا قلنا عندكم كاش دابا حيت لقيتهم مخلوعين كيقلبوا على الادريس وكيمشيو جايب الفلوس باغي باغي الورقه فهمتي دونك كان شانجمون وهذا اخي في الاخر جيت لقاه ولا مشى خذا كارطه من الباكا وشراو الناس الحمد لله راه الحمد لله اون بلان سوكسي حنا سوكسي بلان سوكسي ورجعت بواني دو عليه سيمو تو طالور هو انني في هذيك الوقيته صافي بدات التسميه كتعرف تيران وتيران عطاني امبلو ولا ما كانش عندي فلوس باش ندير اشهار ديما كنت كنستافد من ارتيست من فرقات بارطاجيني ديما هذاك الشيء فهمتي صدق ميم راه كدوي ايوب راه داك الشيء كنا كنديرو في الاشهار داك الشيء قليل واش فهمتي ما عنديش انا السميه باش دير لا نوتوريتي في المارشي كان خصك تانفيستي فلوس راه ملي كتجي كتشوف دي مارك بحال غلوفو بحال دي مارك ملتي ناسيونال راه اي سون طران اي غاسبي بوكو زارجون راه يقدر يخسر 100 مليون غير في اف الاي في اليوتيوب فهمتي دونك ما كاينش مشكل حنا ما كانش عندنا هذوك لي موايان دونك انا ديك الساعات كنقلب على دي زانفيستيسور باش نخدم لا بارتي باش نديفلوبي المغرب ونغروندي لي زيكيب وداكشي وكنت اول كلوزين كنت غادي نديرو كنت نديرو قبل كوفيد صافي فهاد لا بيريود ديال احسن ما كاين الكره وداكشي والديفلوبمون غادي مزيانه كنيغوسي انا انفيستيسور ويجي كوفيد لا عاودنا اخي كيفاش تكلوز دير مع الانفيستيسور لا انفيستيسور سي سامبل لا بشحال كلوزيتي معاه الفالويشن شحال كدا كانت الفالوريزاسيون ديال 30 مليون درهم وكانت اون انفلوب ديال 6 مليون درهم باش هذوك الفلوس ماشي فلوس دابا باش يفهموا لونتربرونور حيت كان واحد كيصحاب راسو راه غادي يبيع الشركه ويديرو في جيبو كيقول لي راه تقام عليا السيت ب 100 مليون غنبيع لك 50% ب 50 مليون فهمتي راه كاين عندنا لا هادو فلوس كيتحطوا في الشركه باش تزيد فهمتي وهذا هذه هي لوفي دو فون دابا راه شحال واحد راه عنده غلط كيقول لك انا دابا راه ما تقدر تلقى عندي الكونت ديالي راه عادي كونت عادي انا كنقول لهم باش ليكزيت انا لو فون ديالي بيرسون انا لو فون بيرسون حيت كاين اللي انفيستا في الديور كاين اللي انفيستا في الاراضي كاين اللي عنده فكره انا انفيستيت رزقني ذاتي حطيته في هذيك الشركه فهمتي دونك انا الانفيستيسمون ديالي كله في الشركه بيتيت دابا انا راه عادي انسان عادي ولكن انا خدام باش نكون فيتشر مليونير من هنا قدام فهمتي خير راك دابا مليونير ولكن اسيت ماشي باقي ما درت ما عنديش فلوس دابا حنا خدام ولكن راه 70000 واحد ما عندوش هادشي اللي عندك راه 70000 واحد ما عنده لا اسيت لا ما كاينش شي كاش باش تفكر تقول نتايا شوف دابا هاد البيريود كلها خدامه كيبان بحال دابا شي واحد راه واخا طار ولا واخا هذا داك انت فلوس كلهم تشون لي انفيستي ولا المجهود ديال كلهم انفيستي في واحد الشركه اللي كتحاول تكبر هذاك الشيء ملي كيوقع لك اي شي حاجه ها ولا ها صغيس توت اون في فهمتي وهذا هو المشكل اللي وقع لي بانني في الكلوزينغ فاش غادي نكلوزي صافي جا الكوفيد هاد الناس سدوا عليا دونك لا واخا توفيق عاودنا راه ماشي دابا الناس ما يفهموهاش دابا ملي جا الكوفيد هاد الناس اللي كانوا بغاو انفيستيو معاك مع قلتي ملي جا الكوفيد هاد الناس سدوا عليا شكون غير باش يفهموها ملي جا الكوفيد الناس اللي كانوا غادي انفيستيو معاك لي انفيستيسور رجعوا له لا بيان سور انا انفيستيسور كيفكر ديما هو في الربح دونك انت ملي كتجي جات الكوفيد كيقول او كان كاين نيغوسي معايا انشي بحال غنولي نصيدو راه هاد البيزنس دابا ولا كوفيد ما عرفناش امتى غادي يعاود يتحال وهذا كيبغي اسوي ما بغيش يحط لك فلوس في الشركه وانت باقي ما عارفش حيت تقدر تشد لك فلوس من بعد تخلص بهم لي سالير وداكشي ومن بعد ما كاين الاوبجيكتيف الاولي لانك ما بقى عندك والو ما تبيع اصلا ما يمكنش دير ايفيرمون فوسط كوفيد وكوفيد باش نقول لك واحد القضيه راه ملي كنتي شي في دافير انا وليت كدير زيرو مده ديال عامين واو 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 ها هو اخي ماشي سيكتور الموقع دابا انت كتبيع على زمان لا والو لا ماتش لا سبيكتاكل لا حتى حاجه وليتي كدور خاوي وانت بنيتي واحد الحاجه عندك سالاري وعندك واحد ولاد الناس اللي معاك في ليكيب وانا كنشكرهم بزاف فهمتي كاين واحد النقطه امبورطونت هي قبل ما كلوز الديل عطاو الناس الكلمه حنا كلوز قولوا له دنا انفستيسمون صافي غير كو كاع خيتو هذاك الكاش سالينا هذاك الكاش كامل اللي كان في الشركه خرجته صافي انا من عندي انني سيغ انني هاد الناس سيغ كونت خاسر في كلشي قبل ما يخوي قلت صافي بدا الانفستيسمون بديت خديت بيرو جديد واميناجيتو خديت نون دومين بوان كوم غيشي بوان كوم انا بوغ موا ديما باش خديتي غيشي بوان كوم 15000 دولار اللهم بارك 15000 دولار خديتو ونيغوسيتو مزيان لانه كان داير 35 كان داير 50000 دولار وبقيت كنجربي نيغوسيتو مزيان لانني انا بوغ موا كان لو غيشي دو موند بغيت ندير غيشي بوان كوم باش يكون غيشي دو موند تسهل عليا انا دابا واخا ما كاين والو ولكن كنفكر كنقول انت راه سي بوسيبل اللي تكونيكتا من فرنسا يطلعوا لي زيفيرمون فرنسا يطلع هذاك دونك هذاك الشيء فاش فكرت انا خديت هذاك الشيء وانا حطيت داك الكاش كامل ديال لونتربريز حطيت شوف هذاك الشيء اللي زعما فيسيسمون اللي درت على اساس انا غادي يجي لافيسيسور وغنكمل الطريق
قال لي العزيز هذا دونك ما بقاش عندي فلوس باش نكمل لي زيفيمون اللي كانوا عندي خصني رومبورسيهم لي زيكيب ديالي وانا جايب بيرو كنخلص الكرا وكنخلص الناس الخدامه ديالي وهذوك الناس اللي خدامين معايا كخدامين معايا تقاتلوا معايا لان اليوم تخيل دابا انت واحد الناس تقاتلوا معاك ديال ديبار على اساس انهم ملي غادي تتقاد القضيه غتقاد لهم لا سيتوياسيون جات لا سيتوياسيون تقول لهم تسمحوا لي الله يعاونكم ما كتعطنيش خاطري وشحال من واحد قال لي توفيق حبس ما تكملش دير فعل ترك لانك ما يمكنش تبقى تخلص في الناس انا ما عمرها عطاتني خاطر يعني كنقول شوف سبحان الله هذوك الناس اللي خدامين معايا بيتي راه حيت كيصرف على والدي ولا حيت هذا راه سيدي ربي ما وقفناش في هادشي كتولي اون غولاسيون كتولي اون فامي ثانيه ديال ستارت اب شي زوين فيها تيوليو التيم اللي خدام معاك دابا تولي اون فامي ما تتوليش فيرسون هذا خدام عندي ولا امبلوي نو تتولي تفكر ليه هو اكثر ما تتفكر راسك اش واش اش نقول الدراري سيروا ستارت اب راه غادي تعلم بزاف ملي تمشي لشي ملتي ناسيونال انت راك عدد انت راك لا ما عندك حتى شي انت بالنسبه لهم واحد الديفلوبور رقم 117 اكزاكتو انا ديك الساعات هي فاش قلت لك لي زيكيب ديالي وكيفاش غادي تجيري وانت كتجيني مشاكل خصك باش تخلص الخدمه خصك تخلص هذا دونك ديك الساعات جبت الدراري لي زيكيب قلت لهم غادي نديروا دومي سالير واش قابلين قال لك حنا ما دير معنا والو كاع حنا معاك وهذا الشيء اللي خلاني نكبر فيهم فهمتي لانني هاد الناس هادو ما انتش خيرهم انا زعما ما بقاش نقولوا انا ولا هذا ثاني كيكون دغيا طوا دي زيكيب واخا انت تولي لي داغ انت اللي جارهم وما هما تايقين فيك فهمتي بلس ان باغيزوم الكلام شفت عندك قلت له شوف دابا انت غادي نبدا نخلصك من 3 شهور 3 شهور انت راه من 3 شهور 3 شهور ما كاينش انت تصبر معايا قال لي نصبر معاك انت ولد الناس ملي جيتي دويتي معايا ديريكت ما كاينش مشكل فهمتي بقى انا لي سيرفور هذاك الشيء كنجرو المهم كنتقاتل حاولت ندير ديك اخت دو سوتيا مع الرجاء درناهم بحال باش يعاونوا الفريق كناخذ منهم هذا درنا واحد اللعيبات اخرين بديت كنبيع بحال دابا دي شوز كنبيعهم سوغ لو سيت حاولت نسويت شي ستوك وداك الشيء بغيت نحاول انني نكمل heureusement que j'ai واحد البيزنس انجل فداك المومون ثق فيا قال لي جيت جلست مع واحد الجلسه جلست معايا قال لي هذاك السيد قال لي شوف انا كنعرفك انت اون بيرسون جو سي با واش هاد لا سيتوياسيون غتحل ولا ما تحلش انا انفيستي معاك باش تبقى عايش انفيستا معايا بالنسبه لينا حنا راه كان هذا الشيء غياخذ عام الوغ كو زاد عام اخر فهمتي اي هوب باقا هاد الشيء سهل والله برو بعينا والله الا ماشي شوف حنا في الايكوميرس هما الترينج ولكن راه كاع اللي داير بيك فهمتي كتقول اصاحبي راه هاد الشهر ما خاصوش يستمر راه عيان انا الدارش انا عييت بزاف فريمون ودوزت عام سيرتو انا كنجي كيب خبر النعسه وخويا توفيق جاي واحد ديما تحسيمو ديال ياسيمو انا خبر الخير وكنت هذاك العام كنت فريمون كنت دازت عليا دي بيريود صعاب لانني لا في بروفيسيونيلمون لا بيرسونيلمون وهنا فريمون خرجت شي حوايج بحال كان في هذاك العام توفى لي الوالد ديالي وتوفى لي نسيبي صدق انا المدام ماتنا والدينا بيناتهم 6 شهور انت عقلت عليك واحد البيريود خبرتي وانت تجي من وراها قلت لي اخويا سيمو سمو عاد من السبب انا كنت مريض طحت مريض لانني هذاك ستريس تيرم وداك ستريس واحد لو مومون صافي ما بقيتش انا ما بقيتش كنقول واش انا شاد الطريق مزيانه ولا كنخربق وهذه هي اللحظه الخايبه فاش كيخايبه بزاف والظروف كامله كتجمع عليك لا كنقول لك هذاك الشيء وكتولي تقول انا شدرت حياتي كاع باش تجمع عليا هذا الشيء اقرب الناس اخويا غيساني كيقول لك دابا انت كتخربق تخلص وكيزيدوك الناس الله بلاص ما يسكتوا كيزيدوك داك النيجاتيفيتي ديالو كيزيد اخويا الا شتي شي واحد كيطيح الا ما قدرتيش تقول لي شي كلمه زوينه غير سكت غير سكت راه هذيك الكلمه ديالك راه ممكن تريب الفيلم كامل اللهم كونكوراجي ولا قول له الله يسهل وان شاء الله راه مازال غتحرى ما عرفتيش راه هذيك الكلمه ديالك تقدر تحرك فيه شي حاجه داخل وتزيد تصبروا غير واحد الاموا ولا حيت في الاخر توفيق راه دائما كيجي شي الله سبحانه وتعالى 24 اموا ما كتصبر المشكل ما كانش عندك فيزيبيليتي ما عرفتش امتى هذا الشيء غيسالي واش فهمتي لا كان واحد المشكل سكري توفيق كان ديما كيقول الشهر الجاي واش مع لا كومينيكاسيون ديال اللي كانت تيقول لك الحمد لله الحاله الوبائيه قد استقرت كيخرجوا لنا الشهر الجاي كيقول لك وانا يا نحس كنقول لها اخويا توفيق جاي واحد شوف راه كاين واحد السده راني عارف سيمو عرفت شنو كان معايا باش عيط لي قال لي ندخل للدار نحس راه كنا خايف تسبيتر تعرفها كاينه ولا جيستيمو راه كنت انا كنت عارف دابا على حقاش شنو كندير انا زعما ما يقولوش هضر عالي ما سميتو كتشوف الفيلم بدا من الشينوا الحاله طلعوا في الشينوا
طلعوا في الدول اللي حداها جايه وصلت للسعوديه صافي سد سد فهمتي ديك اللعبه ديال الراجل توصلك حتى انت بداو تيسدوا لي هادي سدوا هنا هو جوستمون هذاك الشيء اللي وقع لي انا كتكون بحال هكا ما عنديش فيزيبيليتي دابا ديال نظره الحاله طالع انا خايف في الشينوا واحد الله يرحم باك السي الله يعطيه المباركه عليه الله يرحم باك السي واحد كذب عليا واحد الفيديو واحد الفيديو شتي ديال الشناوي كيغوتوا من جيرهم لان الحكومه ما خلاتهمش يخرجوا للشارع بنادم تيغوت من الشراجم وانا نتصبط الغيساني وانا نقول له اخي انا ما كنت منناش نعيش وهادشي الله اخي شو اخي توقع احنا ما الايكوميرس ما تضررناش والله تمرت نفسيا يعني علاش الناس اللي دايرين بيك صاحبي راه كتخرج الناس صاحبي راه حيينا صاحبي راه ماشي انت انت واحد ما تتعيش في هذا الكون بعد امه ديال الناس انا ما تقبلتهاش دابا انا في الاول اش كنقول صافي غادي شهرين ثلاث شهور غادي تعاود ديماري اربع شهور حتى واحد ما كنجي كنجي ما عندي ما ندير واش فهمتي اوغوزمون كمن جا داك البيزنس انجل من جا عندي شنو درت انا شتيت بحال عطاني نفس جديد شنو درت خليت جي اون جيري اون بون بير دو فامي بحال الاب فهمتي جاينا داكشي عاودت لا تكنولوجي قلت اش غادي ندير راه نوجد راسي وقت لي بدينا فهمتي دونك وجدت عاود التكنولوجي كامل عاود داكشي اللي كنت كنتمنى نديرو درتو حيت تال ما كنا انا في دي ديفلوبمون كل مره قلت عاود ستركتوري داكشي كامل وقلت شنو هما الحوايج اللي كنتمنى نديرهم وكيفاش غنخدمهم فهمتي وخدمنا الديفلوبمون ديالهم مزيان صوبت ان سبوت وجدتو عام وانا موجدو فهمتي دونك باش نحطو قديت لي زيكيب قديت لي بروسيس قديت داكشي كامل باش لو مومون انني بديت دونك الحمد لله فاش بدات 2022 دوك يبانو بوادر فهمتي كاين بوادر حلوا لينا 50% دونك ملي حلوا 50% خصني الرد لي بروديكتور كاين بزاف لي بروديكتور اللي كانوا كيديروا لي مونسير بدلوا الحرفه كاين اللي دار لي ريستورون كاين اللي دار هذا كاين اللي دار هذا كنردهم كنقول لهم اجيو تخدموا اجي انا نديروا الايفينمون نديروا هذا كاين اخي بزاف لا كاين بزاف الناس وديك الساعه كنت نقول غادي تكون اون بون غولونس الحمد لله اللهم لك الحمد بحال كتقول هذاك لو بوين اللي سدينا فيه هذاك البوان اللي سدينا فيه بحال كملناه بحال عامين بحال ما وقع والو وكملتي بنادم متعطش الناس بغات تخرج بغات هذا وجاني ان ديفي وانني قالوا لي واش تبيع ماتش على 12 ساعه كانوا طلقوا الماتشات الغد ليه كان ماتش راجع حوني الكوناكي قالوا لي واش تبيعوا على 12 ساعه صافي تعمرتينا في 12 ساعه قول لهم انا كاين كنتخيل ديك الساعات كنت سديت بحال دابا كون انا باغ اكزومبل جيت تبعت هاد الناس خرجنا هاد لي زيكيب وخرج داكشي وخليت هادكشي بحال كيما انا الشركات كيفاش غديماري اش يقول لك قال لك انا موجود بعت الماتش 12 ساعه والغد اللي كانت وداد الزمالك معناه فاتا واخا وقعوا شي مشاكل تقنيه وداكشي ولكن قدينا السيستم المورا دابا صافي رودينا السيستم وكنت موجود انني نكمل فهمتي انا نكملوا بداو لي زيفينمون بدينا كانتيغري وداكشي الحمد لله في واحد لفظ الطوعي في شهرين انتيغرينا اكثر من 200 ايفينمون ودابا لا هو سيزون كاين في رمضان دابا تبارك الله كاينين لي زيفينمون دو بارتو صدر انا كانفيتي الناس اللي يدخل يخرج مع راسو ما كاينش مشكل اما لي زيفينمون ياخذ التيكيت من دارو يمشي في حالته يمشي يعيش داك الاجواء ديال الانترتينمنت انا شنو كاين شي باقي في كيشي بوين ما دابا كاين كيشي بوين كوم كاين انا واخا ولفت اخا كيشي بوين كاين تنشوف كاين دي زيفينمون زوينين ديال الطاح مغنيين اللي زوينين زوين السمون بعد كوفيد كاع دوك اللي كانوا واقفين كلهم ديمارا كلشي يعني راه ما عرفتش انا كيفاش جريتها سوف الضغط هذا دابا حنا ايكيب صغيره دابا باش ندوي على كيشي راه كيشي ايكيب ديال 9 الناس بيا انا دابا حنا اونجير اوبتيميزي وزعما الله يسمح لي من ليكيب واخا هما قلتوا عامين ولكن من بدينا خدامين امساك ما كيحكوش راسهم لان باش نقول لك انتغري 200 ايفينمون راه 200 ايفينمون راه بارمون 200 راه انت كي قلت لي من فيفريل دابا دابا حنا من دابا حنا منين بدينا منين فيفريل دابا راه دوزنا دوزت عندنا اكثر من 400 الف تيكي اونتر تيرانات اونتر لي زيفينمون اللي عندنا اونتر داكشي كامل الحمد لله بحال كما قلت لك بحال ما حتى حاجه ما كانت والخير ملي كيجي كيجي بمره لانني في الوقيته فاش بقيت صابر هذاك البيريود ديال منين غنكمل وكنقول واش هذا ندير قلت ديك الساعات سمعت بان كاين 212 ديك الساعات قبل منها كانت لا سي دي جي لونس ان بروغرام دو انفستيسمون دونك سميتو 212 وبديت كنسول كان دير 212 فاوندرز 212 فاوندرز باش ملي يمشي واحد يقلب 212 فاوندرز نحاولوا ندوزوا لهم الماكسيموم ميساج لان 212 فاوندرز انا نقول لك ان دوينا حنا على ام ان اف قبل
حنا كنقولوا 212 جات لان كاين الفراغ في هذا الشيء. هما يقولوا كو هاد لي ستارت اب مغربيين يمشيو مزيان. جو عندي جدي هوب يمشيو للعالميه. يمشيو للعالميه يمشيو لهذا الشيء السيري اناضي شوفوا مشاو للدول مشاو دول اخرى. دونك ملي جيت جيت غادي لوفي دونك ديك الساعات كان خصني نخدم لو دوسي ديالي لا فيزيون. جيت باش نخدم معاهم خدمت معاهم في البيريود وانني انا ما كندخل والو وخصني نقنعهم بان الشركه راه كتدخل من هنا لقدام وخصني نرسم لهم دي سيناريو وهذا. وباش نقول لك راه اكونبانيومون من اصعب الحوايج اللي درت في حياتي لانني كان خصني نفهم الفينانس فهمتي نفهم الفينانس كان خصني نفهمو دونك توسكي فينانسي كان كيجي كيقولوا لي بريدج كيقول لي شي كلمه انا ما عارفش ديك الكلمه انا كنت شي كلكان دو تيغان دونك كنمشي ندير اي مون بوسي فريمون كانت اون اكسيليراتور ديال بصح لانك بدات تشوف لا فيزيون اوترومون صدق انا جيتي او بو ابري شو لي تقدي ملي قديت معهم لو بروغرام انني فوالا شنو غادي ندير هذا العام وشنو غادي ندير هذا العام وشنو غادي ندير هذا العام بهاد الفلوس شنو غادي ندير وشنو غادي ندير وهذا اش غيجيب لي والمارشي شحال فيه وشنو لي كاتيجوري اللي غنديفلوبي وشنو غنحل البيبان وشكون اللي فوا نقدروا انتغريهم من بعد بقيت خدام عليها قنعتهم الحمد لله في جانفي او مومون انني غادي ندخل قال الحمد لله جي انا في فافورابل من الكوميتي دانفيستيسمون ديال السي دي جي كاملين وهذه هذه من هذه من الحوايج اللي كتعتبر مفخره لان باش نقول الكوميتي دانفيستيسمون ديال السي دي جي راه سي ان كوميتي اللي دوز لي غران هذا اون في انا في فافورابل من 27 واحد كان بيتشي قدام 27 واحد اللي فرنساويين مغاربه كلشي الحمد لله انا في فافورابل في الجنات الحمد لله واخا لا ولكن ديك الساعات ما تهما بالنسبه للانفستيسور كيقول لك واش هذا يحلوا لي ولا ما يحلوش لي واش غادي يبداو هذا نقول لها تسناو معانا راه ماشي عليا بوحدي على العالم ومنين لوفيت ودابا منين لوفيت مع لوفيت ما حلوا الحمد لله جات الامور مزيان شحال راه يفالو شحال الفالويشن باش خديتي دابا تفالويزات لونتربريز ا 30 مليون درهم 3 مليون دولار دخلوا هما ب 3 مليون 3 مليون درهم كونتر 10% طوب وهذا انا اش كنبغي عزيز عليه 212 انا دوز عليهم مزيان وكان ندوي عليهم بارتو مزيان لانهم كيعطيو القيمه ستارت اب حيت يقدر واحد اخر عنده يلا ان بروجي غادي تفالوريزا بنفس القيمه لانهم هما بغاو يطلعوا القيمه ديال الشركه المغربيه ويطلعوا القيمه ديال الستارت اب المغربيين غير خصهم يكادريوهم لان هاد الفورماسيون اللي كدوز فيها 6 شهور هاد التوسكي اكسيليراسيون في 6 شهور داكشي اللي كتعلموا باش تمشي للعالميه هما كيوجدوك باش تمشي من بعد تخرج برا دونك هذيك القضيه درناها اون لوفي فهاد لا بيريود والحمد لله تفالوريزات لونتربريز مزيانه وانا كنقول ان شاء الله سي اون كونتيني بهاد التكنيك نقدروا فاندار ان شاء الله نوصلوا اون فالوريزاسيون ديال 10 مليون دولار ان شاء الله اكثر بيزال غادي نحلوا ان شاء الله السنغال غنحل كوت ديفوار ان شاء الله دابا المو بروشان راه كيشي ان شاء الله نشوف فرصه السنغال شفتو سيرتو هادشي تاع الفالويشن قدر اخي يمشي تلقاه في هذا 10 لان انت سيرتو عندك النمبرز والفيجن الحمد لله على الشيء اللي كاينو الحمد لله اوني حتى لا فيزيون كاينه وكاين فين سكيل مازال عندنا اون طرافاي بروجي دو سينما المغرب كاملين اون طرافاي بروجي ديال توسكي سيمينار ولي سوليسيون دو سيمينار داكشي عندنا سوليسيون ستور باغ اكزومبل دابا فرقه تقدر تبيع التيكي ديالها ومع توني ديال الكره دونك علاش كنقول سي ان غيشي تقدر تبيع اي حاجه تبيعها في غيشي فهمتي دونك راه مزيان اخي يسمعوا القصه من البدايه الى اليوم كيخرجوا للشوارع تيبان لهم الغيشي ضارب البانو في مخرجتي اول غيشي بلاصف اول غيشي بلاصف باش يشوفوا انت دابا يقدر اخي شحال من واحد اللي يشوف الغيشي يقول او بلي هاد خوت ما داخلين صحاح لا صافي غادي نسمع القصه باش ان شاء الله حتى تكون وكان من الامنيات ديالي انني ندير البانو لانني ما كنت عمري درت بانو كتبار 3 كان الامنيات ديالي ندير البانو ودرت الكومبان راديو وغندير كومبان تلفازه ان شاء الله بروشينمون غادي دوز كومبان تلفازه لانني بغيت نماسك بغيت نمشي لاماسك خاصك تضربها في رمضان في الفطور دابا عاوتاني شوف دابا واخا حنا عندنا الفلوس واخا داكشي الاوبسيون ديالو امشي حنا يوكرز قلنا هاد رمضان ولكن رمضان الجاي رمضان دابا باش تفهم رمضان لو بخي فوا 10 وهذه هي انت بنادم اللي مريح التلفازه فوا 100 فهمتي ان شاء الله حنا اون فايسي دو سويتشي دو فيغ دي زاكتيفاسيون في التلفازه يكونوا هذا يبانوا مزيان فهمتي سورتو قبل نمشي انا مزاوغ اخي 16 معايا الله يشوف عليك في الاشاره اللي غادي تدوز في التلفازه نديرو شي حاجه اللي تكون فيها ان شاء الله صافي باتسوس الله اخي فور فري بالعكس اخي انا غيكون لي الشرف اخي نخدم في هذا على حقيقه شحال من مره كنشوف البانوات اللي في السنقه تنقول بالرب هذا اللي مقدمه ماركيز فهمتي
ما جندويش على طاحوا لي جيبان وانت غيزاني كاع اليوم اش نقول برو شنو هاد الروينه ما كيف موش حنا الحمد لله هذاك البانو اللي درنا عطى افي زوين يعني جي مونتري ان ميساج بانني اول كيشي ما فيهش الصف انا بغيتي تشري ورقتك غتشري هذيك الساعات من الكاشه للتيران فهمتي ولا من المنطقه تمشي تخرج ديال حتى نص النهار حتى الا بقات التيكيت قول لي اخي شي ناس سيناش شي ناس تشكرهم في هذا من النهار بتيجي شي ناس تشكر انا عارف القائمه طويله نديروا لها نص ساعه شي ونقول لك وقول في الاخر وكنسمع الناس اللي ما تفكرتهم بعدا نشكرهم بدا بهم من الاولين ليكيب ديالي فهمتي ليكيب اللي معايا في كيشي هدى زكريا اميمه حمزه اشراف عبد المجيد كوثر هاجر بيان سور كوميرسيال ديالنا هاجر شكون نسيت واحد نسيت شكون أميمة برافو عليك أنس سميتو هادو ليكيب ديالنا دكيشي فاميليالمون كنشكر مرتي لأن كما كنقولها ونعاود نقولها سي مرا ديال الصح ماشي أي مرة عائلة أونتربرونور تنتحية الصبر مع الأونتربرونور عائلة الوالدين ديالي فهمتي الوالد ديالي مسكين لانه كان مامن بيا حتى هو والله يرحمه في هذا النهار انا هذا من لوبجيكتيف ديالي وانا بغيت سميت منخله لان حنا اسمنا مشيتي منخله بالك انا واقبال ويوسف خويا دونك حنا الوحيد اللي كنيتنا هذه الكنيه بغيت هذه الكنيه تكون شي حاجه في المغرب وندير فيها اختي الوالد ديالي فهمتي هذا الوالديه وبخصوص اخدي لي التوام اللي حتى هو عاوني بزاف في الديبار وعاوني هذا لا خلي لي باقي اخلي لي انا عاوني بزاف في الديبار الاخ ديالي عاوني بزاف و سي غراس ا لوي اننا بدينا ديمارينا مزيان وداكشي حيت سميتو كما قلت لك سي توا قرا في المانيا عنده افكار جديده عاوني توا بزاف نسيبه ديالي وانا جاي ترتيبيا نسيبه ترتيبيا وانا مسكينه هذيك السيده هي اول فوند انفستيسمون ثقافيه فهمتي لانها سلفتني وديما كانت كتعاونني كتقول لي ديما هي مامنه بيا وكتشوف انا ولد ديالها باي ذا واي جايز انا الله تفكرت شي حوايج راه والله الا خير الا دابا الله كتفكر توفيق منخلا راه ما عاودش حتى واحد 20% ديال المعالجه كيفاش تفكرت عاوتاني السطور ديال البارتنرز اللي كانوا دخلوا معاك وخرجوا وخرجوا المشاكل اللي طراو وتسميش كيبغيو يديو لك الشركه اشاك فوا شوف انا واحد القضيه راه ملي كتكون شركه مقاده وغدا هذا وكدير راه كتلقى مع الناس وخص الدراري يفهموا بان انا زرت كيشري ضريضه عنده مع القرش قرش هذاك الخيط القرش كيجيو كيبغيو القرش كاين فيما مشيت كيديو لك الشركه وكيديو لك الاستوار ضروري كتلقى القرش باش نقول لك الهضره ديال توفيق هي عاد نرجع لديك البيريود ديال كوفيد انا البيريود كوفيد كنت اون كونتاكت معاه باش كان ديك السدام ديال طرومو باش نعرف علاش توفيق انا الناس اللي تيت انسبيرا من توفيق البيريود ديال كوفيد طرومو سيفي وديك الوقيته وما عارفش راسو فين غادي والسيكتور ديالو حابس 100% ماشي بحال مثلا كاع شي سيكتور كنقولوا كيتحركوا اي كوميرس كذا وديك الوقيته كي انفيستي ديك الوقيته مازال كيتلقى البيب وديك الوقيته مازال كيتحرك كيحافظ على البوزيسيون مونديال ديالشي هذيك هذيك خصني ضروري نديرها وهادشي بقيت ديما عند الناس بانني بريزون انا جالس وكنخرج الاشهار وكنقول للناس تبارك الله عليك غادي مزيان نقول لهم راه براسكم بارك يبي لك غادي مزيان هادشي قال ايوا ديال الحياه ديال لونتربرونور راك واك خاصك تبقى بين واك ما طيحش كمل الشكر عندي كما قلت لك النسيبه ديالي بزاف والنسيب ديالي الله يرحمه هو دو الناس عاونوني بزاف فهمتي لان عاونوني ماديا ومعنويا كانوا كيوقفوا معايا وهذا سميتو علاء ديفلوبر اللي بدا معايا السيت من الاول حتى الاخر علاء سيد بارمي ميور ديفلوبر هو راه كاين فاس فهمتي هو بالنسبه لمدينه فاس دابا راه حنا كنقولوا خميسات وفاس وداكشي راه احسن لي زاليمون يقدروا يلقاو لونفيرونمون الخدمه بحال ديتي شي واحد عندي شي لعاب كيمشي يدير كونسونطراسيون شي بلاصه احسن بلاصه يخدم فيها الديفلوبر هي فاس خميسات داكشي انا ما كاينش ستريس كيخدموا مزيان وتبارك الله عاوني بزاف في الخياسون حنا دبس الديفلوبر هيد اوف انجينيري ديالنا راه فاس زهير في انجينيري كذا راه فاس الله فاس الناس صحاب
صحابي بزاف عبد الرزاق موتور بوعيمه جاني يستوى هو كان عاوننا بزاف في لابارتي ايبرجمون عندنا سميتو حكيم انرجي هو ساكن كان كينوزا ايدي بوكو في لابارتي ايفيمونسيال دونك بزاف بزاف الناس ميغا غاما لي بارتنير كاع كنشكر اي واحد ثق فينا وعطانا 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 فريمون ثقه انا نسيت الناس اي واحد تفضل هيا سبيسيال سبيسيال ميرسيمون انا سوا الراجا الناس في جديده المهم اخي تفكر عنده شي 3000 بارتنير ندير حلقه ديال ميرسيمون والله حلقه ديال ميرسيمون قول لي اخي قول لي اخي واحد اللعيبه مؤخرا بانت لي الماتش ديال المغرب ضد الكونغو ما بانش لي فيه كيش انا بعيد على كره ما وانت انا انا بعيد على انا ما عنديش علاقه بكره ولكن اخي بقى فيا الحال كنت تنتسنى زعما يتباع في الكيش شوف كانت انا من الامنيات ديالي انا هذا الماتش هذا قلت نخدموا فابور وقلت للناس في الفيدراسيون قلت لهم انا هذا الماتش بغيت نخدموا انا هذا لان ماتش واحد ديال كاس العالم غيتلعب مره في 4 سنين وتلعب في ستاد دونور اللي كان جاري وحنا عادي يعني انا باش نتجاري البيبليك ديال المنتخب جو كخوا سهل ما تجاري البيبليك ديال الرجاء والوداد اللي كان ب 100% ديالهم اونين دونك وما دار واحد لا سوليسيون الله يهدي الناس جو سي با شنو هو كان داروا لا سوليسيون انا لا سوليسيون فرنساويه انستاليه في هذا دونك تاخذ غير فوتشر وكتمشي تبدل تيكي شنو كان شي كنسميوه ابيل دوف كان شي ابيل دو لا لا ما كانت لا ابيل دو لا ولا هادي سيتي ان سوليسيون ديما عندهم هما بوغ او ما كانش بالنسبه لهم راه كيبيعوا اونين كيقول لك حنا كنبيعوا اونين فهمتي هما ما كيبيعوش اونين هو راه كان كياخذ واحد الفوتشر وكيمشي ما كاينش لي سيستيم ولا شي حاجه كيبدل تيكي بتيكي باش هادو تخيل زعما انت واحد الانسان في العيون بغى يشري ماتش ما يقدرش يشري فهمتي خصو يشري ويجي حتى لكازا يبدل تيكي بتيكي وكنا ديك تبدل تيكي بتيكي انت غلقتي الزحام وكنا كانت سوليسيون شوف كنا كانت سوليسيون فالابل كتدخل تشري في البلاصه كتدخل كيقول لك غير في داتون كتبقى في الداتون دوك هاد الناس هادو مساكن مكتب عليهم يشدوا الصف ديريكت يشدوا الصف انترنت دوك انا جي بروتيستي لانتيغي وان اليوم ماشي عطيونا حقنا فهمتي ما تبقاش ديكالين وانا هذا هو المشكل اللي ولا عندي وانا ما بقاش عندي مشكل مع شركات بحالي بحالهم ولا عندي مشكل مع دي زورغانيزم بوبليك اللي ما بغاش انا نتمنى زعما هما يفوتوا كاع هاد النيفو هادو يطلعوا هما اسبوع يديفلوبي ويعطوكم نتوما اي بي اي انتجريشن بيع انت يبيعوا هما ويبيع كلشي وكلشي يبيع سيدي انا غير شوف اعطيو حق ما تبقاش ما تمشيش عند شركه وحده وديك الشركه حتى ماشي بالمستوى قالوا لي شوف كيقول لك اذا الشركه ديال كتبيع كاس العالم ودابا حنا جديد تقول لي انا كتبيع كاس العالم واش دابا نقول حنا سيدي هي كيبيعوا كاس العالم كاس العالم راني كتدخل كيقول لك حتى هما في الداتون كتسنى ولكن كاس العالم راه عندك العالم كيشري اوراق كاس العالم راه كيبيعوا هذا فهمتي المغرب عنده واحد سيغتان كولتور سيغتان سبيسي حنا تضاد الحمد لله كنقولوا عندنا اكسبيريونس اللي نستاهلوا عليها انني نبيع ماتش المنتخب واخا بالنسبه لي انا باش زعما فينانسيرمون بارلون نبيع الراجل نبيع ميداد نبيع البطوله كامله المنتخب راه حتى هو بالنسبه لي الفيدراسيون حتى هي كليان وصل لكليان فهمتي زعما راه حتى هو راه غير فرقه باغ اكزومبل تقدر تكون عندها ماتش واحد المنتخب ما كيلعبش ديما كيقدر يلعب مره في 3 شهور ولا مره في هذا دونك ماشي شي ولكن اون نوتوريتي كنتمنى انني حتى نساهم في ذاك الماتش ان شاء الله ان شاء الله اخي والله الا كنتمنى اخي نشوف شي حقاش انا متابع الكره من بعيد وملي شفت الناس كيشريوا سميتو تيقولوا سي طايح ودخلت تنتسنى لقى الكيش طايح لقيت كاع ما كاينش كاع الناس كيعيطوا لنا كيقول لكم راه السيت عندكم طايح بالنسبه لهم راه حنا اللي كنبيعوا الكره والله الا توفيق شحال من واحد عيط لي قال لي عفاك هضر لي مع توفيق حتى الناس ما فهمتش انا دخلت بغيت نتشيك زعما بغيت ندخل ما كاينش قلت له لا واش حتى انا ملي كنسمع السيت طايح تنقول اجي نطلع الكيش ما لقيتش الكيش وانا نقول لا ماشي حنايا دابا جوستومون انا بغيت ندوي في هذا الموضوع هذا باش توصل دابا حنا سوليسيون تكنيك الحمد لله كتعطيني 40,000 كود بار كنعطيك قدها اون ارجون كنبيع لك التيكي كنخرج لك ان سيستيم كنعطيك مي عندنا مشكل في لومان في السيكوريتي في التيران وداكشي هما بالنسبه لهم باننا راه حنا هاد السوليسيون راه فيها فوتوكوبي كيديروا وداكشي انا كتعطيني كود بار هذاك الكود بار كيدوز في الباب عطاتك خضره كتدخل عطاتك حمراء خصك ترجع ملي كيولي واحد السيكوريتي كيقول لي حمراء وكيزيد يدخلوا ولا يدور معاه ويدخلوا ولا يعطيه ما بقيتش كتجيري لا سوليسيون ولا لومان اللي كيجيري فهمتي دونك حنا المشكل حنا قادين واحد السيستيم وكنحاول نتقاتل باش السيستيم يتابليكا لان حرام طرد الناس تقول لهم اجي رجعوا شري من الكيشي عاوتاني وشري جلس ماشي الكيشي ديالي شري من الكيشي ديال هذا وشد الصف ويتكرفص لان السيستيم دابا الحمد لله اون ايتي غوميرسي باغ لا بوليس ديال الدار البيضاء فوغ هذا لانني سهلنا الماموريه على الناس بان تقساني التيكي خصنا نزيدو نديرو افور وانا كنطلب من الناس كاملين الله يخليكم بعدا اللي كيشري ورقه تيران
راه مابقاش تغش وتمشي دير فوتوكوبير وتمشي دير هذا وتجي حتى لوقيت حتى الخمسه ولا حتى داك يكون زحام عاد كيتمو جايين يديروا المشاكل راه كتغشوا غير راسكم وكتغشوا غير الحشومه. حنا قادين واحد السيستم باش نسهلوا الماموريه على المغاربه كاملين. حاولوا تيدوكاو ومشيو مع هذا السيستم فهمتي، لان اليوم من بعد ملي وليت كتبيع 100% اونين ولاو كيبقاو لي زانومالي كيجي من هنا كيدير شي عادي الفروض. شوف الفروض حنا دابا مابقاش عندنا مشكل اننا في راسو لي سونهايا الا لا خصنا غير نمشيو مع توفيق. هي انت غتماتوريتا المارش مارش داك اللي ما والله حتى ما لا لا داك اللي دور في السيكتور ما تيكونش عنده الهدف غير انه يبيع تي ماتوري و تيجر مع الكوميونيتي و تيدير التوعيه و تيدير كذا و تي داخل في البيزنس واش راه خدام الفيلم ولا لا. بيان سو بيان سو جايز اخر دز غادي نهضر الله يلا اخر عليك واخا راه جسمي السر مع ودنا شتي 20% ديال المعاناه ديال لونتربرونور. شوف الله يخليك نسميك The number one entrepreneur عن جدارة واستحقاق. نطلقوا أخي لكم مونتر واحد شوية guys 10 دقائق وإن شاء الله نوقفوا اللايف. والله ما سخين ما سخينش فيك أخي توفيق والله أنا كذلك بلا سيما أنت تبارك الله عليك راه ماشي الله يعزك الله يعزك. أخي مع واحد النهار شفتك في واحد الانترفيو وقلت صاحبي هذا ماشي هو توفيق والله هذا فهمت على حقاش أنا درجة سبع ستوري ديالك اكثر من مره اكثر من مصدر وكل شيء فهمتي تيدوي عليك ذا نمبر وان فايتر اللي كاين في السوق كيتعرب وبنتي بحال شي في دوك لي زانترفيو بحال شي خونا بخير اونتربرونور جا صاب وجاب قادك شي بخير. سيمون انت راه كتسولو بمذهب لي زونتربرونور ماشي جورناليست ماشي جورناليست دونك صافي با لا ميم شوز. اونتربرونور انت كنعرف عنده غير المشاكل. قال لك حسن مرحبا بك في كوت ديفوار مرحبا بك في السنغال مرحبا بك في غانا. انا شاطر انا غنمشي لا لا لي زوين لي زوين. دابا حنا هذه الفكره دائما تنقول للسيم تنقول لهم شوف حنا المغاربه نهبطوا نحتلوا افريك. دابا انت وحسن كاين يعرف هاد لاباكتي واسيا تنحتلوا اسيا بالربي تنحتلوها والله خا كاين دراري وكاين دي ستارت اب كاين دراري واعرين والله كاين دراري بزاف وكيتقاتلوا وداك الشيء فهمتي. حنا زعما انا كنقول كاين باركور وحتى ما يقولش انسان راه انا تشوفش مشيت درت انا مشيت درت درت التصوير درت قاده باش تخدم تفراجه درت جميع هذا ولكن في الاخر كتوصل لواحد الهدف في الاخر وان داك الكوميون كولو اللي جمعتي كيخصو يعاونك باش تكمل فهمتي باش تكمل. حنا الحمد لله دابا هذا شو درناه حيت هاد لونتربرونور غير ماشي راه سي ان دون يا عندك يا ما عندكش فهمتي. تاخذ الريسك واش انا ما انت تجي تاخذ الريسك تلاح لي لا ممكن ماشي عندك ما عندكش المهم ممكن خصو يكمل هاك وتصرف فيها قاج جوج ثلاثه وغادي في الطريق تجيبها باش ما يكونش شي واحد واش عندك توب عليك بيرسيفيرونس كونسيستنس. الشباب قال لك زعما استوار واعره انسبيرون تعطينا شويه النصائح اللي هي هذا السؤال. شي واحد باغي يدخل لونتربرونور يا شي جوج ثلاثه النصائح تنصحو تقول ليه هذا السؤال اللي ما طرحتوش لك خويا الفو بدا اول حاجه كتب البروجي ديالك كتبو فهمتي صافي غير اليوم ملي كتحط البروجي ديالك وتقاتل عليه صافي حطيتي امنتي به وسير جوسكو وبقى دوي بنفس اللغه لا بيرسيفيرونس كما قلنا يكمل راه والله ما يمكنش غادي تبدا وغتلقى داكشي من الاول غادي يدخلك راه ما كاين هادي ما كايناش بعدا فهمتي هادي ما كايناش. وملي كتعمق مع حد كتعمق مع حد كتعلم وتيرو هنا عاد تيبان في الواقع يبان في الواقع. دابا انت درتي حنا بدينا كما قلت لكم بدينا بواحد الفكره ابخي راه دابا الفكره وصلنا لها ماشي الفكره باش بديت وديما خص الانسان يديفلوبي ويزيد لقدام فهمتي. ملي كتبقى شي ان تريك باسيون تو ليم غادي ديرو انت باسيونيتك السوكسي كيجي من مورا يتوب علاش كنقول تنقول سير تقاتل في شي حاجه كتعجبك لان راه غير المقاتله والمرض هو اللي تابعك. غير الا كنتي مقاتل في شي حاجه عاجبك كتجلس ماشي بحال مقاتل في شي حاجه ما عجبانيش غادي نقول ويلا صاحبي انا اش كنتقاتل. وحنا عاوتاني عندي دابا شوف دابا الايكوميرس دابا اليوم شحال الدراري كيديروا لافونت هما ديغيغ لي زورديناتور داكشي راه عندهم ربح كبير. شي اللي كيدخل شي درهم مستور راه يحمد الله فهمتي لان الا دخلتي كتبيع ايكوميرس وداكشي ليفري والكونت ديالك كامل حنا كوميم انا عندي واحد المجهود كبير كيخصني نديرو نعيط للكليات دابا انت كتطلع الفالويشن تاع ستارت اب دابا بحال سعودي نيتورك كاع داكشي اللي كيدخل كان انفيستي وحنا ما جربحو حتى لعبه ما تربحش ولكن راه عندنا بنادم كيدخل 30000 دولار ربح في السيمانه هو راه احسن منا احسن منك ولكن حنا راه شنو كبرو الفالويشن ديجا تفالوينا في شي ما عرفتش شحال من شهر هذا مشينا عند الكونكورون ديالنا جاي يشرينا قال لينا اجي نشوفو كدا بشحال ناويين تبيعو قلنا ليه حنا وين تنتستو قال لك بشحال تفالو راسكم حنا ما فاهمينش فالوينا انت قال لك واخا جاوبوني على هاد الاسئله
شحال كذا شحال كتدخلوا بارطاجينا مع لي شيفر كلشي شي حاجه اللي كتكون سيكري ما كنبارطاجوهاش معنا ولي هادي حتى من بعد في الاخر هو فالو انا قال لك الفالويشن ديالكم 46 مليون دولار تبيعوا قلنا لي لا حنا كنا مطلعين بك الفالويشن بغينا نعرفوا الفالويشن من الكونكيرون ديالنا يعني حنا دابا مفالوين سير كمل ولكن في الاخر ديال الشركه تلقانا فهمت علاش تنحلوا في دول اخرين كنزيدوا عايري وكنزيدوا نكبروا يعني راه ملي كتجي اخي الستارت اب لا ما خصش تكون تبني بينهم كقاعده ما خصكش تكون قانوع فهمتي خاصك تكون كتاراشي او ماكسيموم تكون سبع هذيك ديال والسبع راه خصك تكون والسبع فهمتي خصك تخرج تقلب فهمتي تجبد دابا اجوردي حتى حقك ما غاديش تاولك خصك تمشي تاخذ وتقاتل عليه وتجيب وهذا وفالوريزاسيون دونتربريز دابا انت اليوم كدوي على حتى الفاليو حيت كاين دي زونتربريز سي دي كيبان لك اون فالوريزاسيون ولكن على الانتيريور راه سي با راه سي دي كوكي فيت فهمتي وي خصك تحاول دير اون فري فالوريزاسيون سي غير داك الشيء كتدخل غير درهم بني على داك الدرهم كيفاش جاك وزيد كمل ودير دراهم اخرى باش لا فالور ديال لونتربريز ديالك تطلع لان الا انفيستي في لونتربريز راه حسن تانفيستي في بارطمون دابا راه خديتي ابارتمون راه كتشريها كريدي كتبقى منك بالدوبل ديال الثمن ديالها ديجا نتا على باز ولا طلعت لك كاع شحال طلع لك طلع لك ب 2% ولا هذا مي لونتربريز انت اليوم بنيتيها صوبتي شركه ب 50 مليون راه حنا كندويو دابا على اون فالوريزاسيون تمني كتقول لي 46 مليون دولار راه عطيني شي حاجه تانفيستي فيها دابا اليوم 46 مليون دولار والله الا هادشي علاش كنقولوا للدراري فاز كنبداو ستارت اب واخا جاوبتي عليه تيتعاود وديما تيتعاود كيفاش تقدر تجيب ان غون كليون انت يلاه بعدي وما عندك اوكان ريفيرونس يكون كونتاكت واخا ديجا جاوبتي عليه لا هو دابا الكرون كليون شوف انا كنمشي انا كنكونتاكتي الكليان واخا انا عارفه ما يخدمش معايا كنقول غير عرفني حتى تلاقى مع شي واحد ولا داك يقول لي راجل جا عندي راه كنعرفو ولا هذا فهمتي دونك لا تقدر الا فهمتي مره مع مره اخرى مع المره الثالثه مع الرابعه بعد 6 شهور يقول هذا راه باقي واقف اقسم بالله نقول لك واحد القضيه والله كاين كليان كونتاكتيتهم هذه عامين 3 سنين يلا كيكتبوا لي يلا عاد اليوم واحد كتب لي قال لي راه بغيت نخدم معك 3 سنين هذه فهمتي 3 سنين كونتاكتيتو عاد جا اليوم عاد على خفه 3 سنين ضحك عليا عادي انا والله واحد انا ضحك عليا قال لي فهمتي ماشي كلشي الناس اخي توفيق غيقولوا فيك مزيان عادي شفت نقول الدراري راه الخدمه اللي كتخدم دابا هي اللي الريزولتا يقدر تكون من هنا هما تيبغيو ديك الطاق الرق فهمتي وهي ما كايناش الطاق الرق صافا اخي غيساني بان لي شنو كنت كتقرا كنت كتقرا انا عيت نقرا الا كاين ما تكونش شي حاجه انا مت للاسف ما تيبان دابا تنكونوا مبروكي لي كومونتير كتبدا تبان ديك ستارت فولوينغ يو ستارت فولوينغ انا اللي عجبني في لي كومونتير بزاف هما كتبوا مول النخله ايغال امل حنا هاد اللايف كامل هاد لي لايف كامل يعني تبعوا الكلمه هذه عاودوا تتبعوا في راسكم يقدر يكمل الله خويا انا بنادم من الشك حتى كون ما كملتيش انا هادشي كامل ما سمعناش والله العظيم العذاب الالم فهمتي مازال مازال ولكن المهم الحمد لله بعدا انساكس ستوري تسمع شي حاجه كتقول انا راه نعاود عاوتاني لي ستوار داك اللي تيكون هو الاول وتيقول انا راه صافي بخير وهذا تيجي شي واحد تيقول لي تيصرف واش يتصرف تيقول ينزل انا طالع خصوصا ملي تيكون اوتو اونتربرونور طالع تيوا مقاتل ولد الشعب كذا وداز تتفرح واحد الفرحه زعما والله الا لا انا توفيق دابا تنقول راه انت بحال انا نجحت بحال سيمون نجح بحال كاع الدراري تتحس تقول راه وانا اي واحد الدراري شوف اي واحد اللي بغى يكونتاكتيني ديريكتومون اللي عنده شي مشروع اللي عنده شي فكره في الوقت اللي لقيت هذا نعاونوا اي واحد اللي عنده شي حاجه بغى يتعاون انا كنقول لك من هنا زعما اي حاجه ومستعد نخدم مع اي دري نخدم معاه انا ولات عندي دي برينسيب ما بقيتش باغي انا راسي نكون هذا خاص يطلعوا مشاريع اخرى اللي سدوا فيديوهات اليوتيوب كذا الله يكثر خير خير كبير الله يعطيك اخي كتشوف بلي راه بشي حوايج بساط الحمد لله دابا كاين بزاف الشباب كيدخلوا من الانترنت حنا بغينا نخليوها فواديز بواسون وغاديو سيميو اخي ما نبقاو تخرج تطلع فهمتي حنا تنديرو هذيك نحاربوا ديك الثقافه ديال الشكا والبكا الشكا والبكا دوز الخدمه الله يجوب عليك راه كاع الدراري اللي داروا شي حاجه حتى هما راه عايشين وضع ماشي بيرفكت وانما كيتقاتلوا كيتقاتلوا اكزاكتو الله يعزك اخي دنا مروان اونتربرونور اخي ربي كنعتار بك تعتار بك اخي تو الله يعزك شكرا الناس كاملين جايز بالتوفيق ليكم الله يحفظكم عاوتاني نعاودوها عاودناها البارح اخ نوش اخ نوش اخ نوش
اليوم اخي خنوش حنا ما مانعينش على هذه البلاصه هذه مرحبا بك دابا تنجيو نستو اللايف كتلقى كلشي كيطاقي اخنوش بالعكس اخي فهمت حنا جينا نسولو الاسئله السامبل غادي نسولوه المكان الازدياد اش كتدير الوالد اش كتدير الوالده فين قراتي الابتدائي الاعدادي الثانوي الباك من ورا الباك طنطن اسئله سامبل بالعكس اخي او بالعكس وحق ربي الا السطا تيبان كول اجيبان كول في صالحه هو اما الانجازات حتى دابا ما كاين والو ما نسولوش اي هوب بالعكس اخي باش نكونوا صراحين انا اي هوب اخي يكونوا الانجازات على حقيقه راه بنادم بحال راه لعب الماتش الاخر الحزب الاخر ما بقاش على من هذه تبقى دونك راه اخي الحزب الاخر دونك اخي كاع الشباب كنشوفهم ميزين ديك اللعبه ديالها تنتسناو نشوف اي هوب اخي المهم دابا وحنا ما نسولوش انا اصلا ما عنديش مع السياسه ما نسولوش اخي كاع بالسياسه هاد الاسئله كدا ما عمر اخي عاود ستوري ديالو ياك ولا ديجا تكون تعاودت في شي بلاصه متنظنش جام اخي بالعكس واحد رب انا باغي نعرف بالعكس اخي هاو يو مانج هاد كاع الشركات هادو كدا شي حاجه جريت انا اخي كونتربرونور غادي نستافد انت جوست ميسيور هاد السياب اي اونتربرونور غادي يستافد لاقاش الناس كيشوفوا داك البرودوي الاخراني ديك النتيجه الاخرانيه جايز go to his profile سيرو البروفايل ديالو صيفطوا ليه سامبل اما حنا راه اوبن اما حنا اوبن جايز طلعوا ليا فراسكم التوفيق ليكم الله يعسكم الله يعاونكم امين والله يشوف مسخينه بكم حتى الغد ان شاء الله تبارك الله خير والله يفضل ربنا ساعتين وربع الله يعاونكم جايز طلعوا لنا فراسكم تبارك الله عليكم حتى الغد ان شاء الله غدا عاوتاني حتى واحد القناه ناضيه تعرفنا باللايفات الناضين جايز طلعوا لنا